صوم طيبين، ويا رب كده رمضان سعيد على كل الأسر المصرية. بس ما تقلوش في الأكل بس في رمضان، ما تقلوش في الأكل في رمضان، عشان الأكل بيجيب نوم بعد الفطار، فشكرا كده مش هنذاكر. أخبار الإمبلوا دو تون إيه؟ أخبار جدول مواعيدنا إيه؟ أخبار جدول مذاكرتنا يا جماعة. عاوزين كلنا نعمل إمبلوا دو تون بوغ لو موا دو رمضان، يعني حاجة بسيطة كده، كلنا يكون لنا جدول المذاكرة في رمضان غير باقي السنة. لأن طبعا رمضان شهر سبيسيال، يعني سيتان موا سبيسيال بوغ لتوس، يعني ده شهر خاص للجميع، بيبقى فيه ديفيرونس أونتر لو تون، في اختلافات في المواعيد. حاول ان انت تجمع دروسك كلها بالنهار وتذاكر بالليل. يعني مثلا عندي فرنسي الساعه 11 او الساعه 10، بخلص الساعه 1 بار اكزامبل، اقعد بقى اذاكر، اعمل واجباتي او انام واصحى الفطار وبالليل اذاكر. يعني لازم وقت من 10 مساء ل 2 بالليل ده تكون مذاكرتك. يعني 4 ساعات حلوين جدا، او لغايه الساعه 3 نسحر وبعد كده نصحى ناخد دروسنا. اهم حاجه انت عندك دو سيستيم، يا اما تذاكر بالنهار وتعايش بالليل عادي في اليوم وتنام بدري، يا اما بالنهار هتنام وتذاكر بالليل، حاجه منهم. لكن لا ذاكر ده ولا ذاكر ده يبقى شكرا كده، يبقى احنا كنا رايحين مع الكنافه بالمانجا. فلازم ان انت تظبط جدولك وتظبط مذاكرتك. ملزمه المراجعه بتاعتنا وصلت لمعظم الناس الحمد لله، والناس اللي معانا بره القاهره الملزم البوكلت جالها بي دي اف، وهي ان شاء الله تطبعها في اقرب مكان ليها. النهارده باذن الله هنكمل مع بعض مراجعه رقم 2، مراجعه الفرنسيه الثانيه، المراجعه النهائيه لينا والاخيره ان شاء الله. نطلب اوغام بوغ شاك كوغا سي، ايه هو برنامج المحاضره؟ اول حاجه بناخد الفوكابولير، نطلب فوكابولير، بنقرا مع بعض كلمات كل محاضره. بعد كده اون فاكسبليكي ان بارتي دو غرامير، شرح جزء من القواعد. نمرو 3 اكزارسيس دو غرامير، بنحل على القواعد دي. نمرو 4 سيتياسيون، المواقف. كل مره بناخد لا يقل عن 20 او 25 سيتياسيون، من 20 ل 30 موقف. بعد كده بننهي المحاضره موديل ديكزامان، نموذج امتحاني. يبقى عندنا فوكاب، جرامير، سيتياسيون، موديل ديكزامان. طبعا الملزمه اللي معاك هتلاقي فيها كل حاجه، شامبو وبلسم مشاور، كل حاجه. الفوكاب المهمه، الجرامير مختصر وعليه اسئله، السيتياسيون متجمعه كلها في بارتي، جزء مع بعضه. وكمان عندك بانك دي جرامير، بنك اسئله القواعد، مهم جدا، لا يقل عن 500 كيستيون، 500 سؤال فيه القواعد، شامل لكل حاجه. وعندك فان موديل ديكزامان، 20 نموذج امتحان في اخر الملزمه. يبقى انت مش محتاج تذاكر غير من البوكلت بتاعنا بس، ان شاء الله بالتوفيق للجميع. الناس تصحى معايا كده وتصحصح. اول حاجه نبتدي المحاضره بتاعتنا بالفوكابولير. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه احنا المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن ليسون 1 دير كال سبور اون في، اي رياضه نمارس. دير كال سبور اون في، الحديث عن اي رياضه نمارس. النهارده هنتكلم عن ليسون 2 وليسون 3، الدرس الثاني والدرس الثالث في المنهج بتاعنا. اول حاجه الفوكابولير بتاعتنا، اونيتي 1 ليسون 2 اكسبريمي لا بوزيسيون، عبر عن الملكيه. يلا بينا نشوف الفوكابولير يا جماعه. الفوكابولير الماسكولان، ان كور، ان كور، ان كور، ان ديبو، ان ديبو، ديبو يعني بدايه، ان انترينمون، un appareil photo, un avis, un paysage, manzar gamil, un but, un sondage, un supporter, mushagga, supporter, un supporter, afal hamma, obir, yutir, obir, marquer, obir à, oublier, apprendre, يتعلم، chanter, lycée, prochain، قول معايا prochain، prochain القادم، من كلمات الدالة على المستقبل القريب، الفوتور بروش، ان انت تقول la semaine prochaine, le jour prochain، اليوم القادم، اللي هو بيكون من فيرب عليه والمصدر. principal, à l'heure, sans، وكمان demain.
ان مونيتور مدرب العاب فرديه ان مونيتور الفيمينا منه كلمه اسمها مونيتريس مونيتريس اون بيتاز اون شانسون 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 جاي من فيرب شانتي يغني ان اوبينيون خلي بالك ان كلمه اوبينيون كلمه فيمينا راي ان اوبينيون ان سانتي ان كروكيت ان ديكوراسيون ديكوراسيون زي ديكوريشن تزيين واي كلمه بتنتهي بالمقطع سيون فيمينا ناتاسيون استاسيون اي كوم سا ان فول ان فول فول جنون سافا لا فولي الجنون ان فول يعني جمهور كريي اون ايدي ريبوندر 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 اي يجيب على Je réponds à question. Je réponds à cette question. Prêter, envoyer, raconter, abandonner, quelque en retard, quelque chose, quelqu'un enfin. طالب كتير بتسألني تقول لي يا مسيو الفوكابولير ازاي اذاكرها؟ الفوكابولير حضرتك انت مش مطالب بحفظها بالكتابة. انت مطالب تعرف معناها. هشوف الفيديو بتاع المحاضرة مرة واثنين وراجع الفوكابلير اسمع المسيو بيقول ان فول اقول ان فول ان اوبينيون ان اوبينيون ان مونيتور ان مونيتور يعني حاول تعرف الكلمة نطقا وشكلا بعد كده اي حد في البيت فور اكزامبل يمسك الملزمة يقول لك كلمة بالعربي جمهور تقول له فول مدرب تقول له مونيتور يبقى انت ممكن تحفظ الكلمة اورال انت مطالب ان انت تعرف شكلها ومعناها مش كتابتها طب لو انت حافظها بالكتابه يبقى سي بلو بون سي بلو ميو ده الافضل ليك طبعا ده الاجمد والاحسن انت تكون بتكتبها لكن لو انت الفتره دي لسه مش حافظ كلمات بالكتابه هقول لك ما تقلقش خالص انت لو انت فور اكزامبل خبيت الكلام بالعربي والفرنسيه قعدت تقول لنفسك ايه فور اكزامبل اباندوني يعني يترك كالك يعني بعض من اون غيتار يعني متاخر انت حاول تحفظ الكلمه شكلا ومعنى شكلا ومعنى لسون 3 الدرس رقم 3 بارلي دو كاركتر النهارده انا هراجع معاك لسون 2 ولسون 3 الدرس الثاني والثالث من اجمالي 12 درس المره اللي فاتت رجعنا لسون 1 النهارده هناخد لسون 2 ولسون 3 لسون 2 ولسون 3 الفوكابولير بتاعتك سافا اسم الفوكابولير ان رفوز ان رفوز رفض ان رفوز ان بارابيلوي قول معايا بارابيلوي بارابيلوي ان بارابيلوي ان سلوغون ان جينر ان جينر ان جينر شايفك ما تنامش اصحى يا عموره اخبارك ايه كل سنه وانت طيب يا رب تكون بيت بخير طبعا انت الاسبوع اللي فات كنت تعبان انا عارف عشان انت يعني بالنسبه لي شيء مهم جدا يا عم وحد جميل طبعا ان فيلاج ان فيلاج ان كونكور كونكور منافسه او مسابقه ان بروغرام ان بروغرام باردون ان بروغرام طبعا يعني ايه بروغرام برنامج ان بروغرام ان فوروم ان كونجي ان ليبراري ان بيبليوتيك مهمين جدا تفرق ما بين ليبراري مكتبه القراءه فو دوموندي ا فوتر امي انت تسال صديقك بوركوا اون فا على ليبراري ليه بنروح على ليبراري والبيبليوتيك ليبراري مكتبه الشراء يقول لك بوغ اشتي ان ليفر صح بوغ اشتي ان ليفر اما بيبليوتيك لير ان ليفر تقرا فيها يبقى بيبليوتيك لير تقرا اما ليبراري اشتي تشتري منها une proposition افعال عامه زي accepter refuser proposer يعني اقترح donner بتقدم permettre sonoyer changer obliger dire découvrir الفيمينا عندنا une acceptation acceptation une course une grappe une étagère étagère une compétition une sensation une fois fois مره fois piste cyclable مهمه جدا تراك الدرجات او مسار الدرجات piste cyclable piste بس معناها حلبة المصارعه او الملاكمه piste
معناها حلبة أو تراك المصارعة والملاكمة. بيست سيكلابل تراك للدراجة، اللي هو المسار اللي الدراجة بتمشي فيه، بيبقى كورنر في الشارع كده جنب على جنب الطريق اسمه بيست سيكلابل. انفيتاسيون ان غاندوني ان امبورتونس امبورتونس او امبورتونس ادرينالين بونسي يفكر بونسي جو بونس انا بفكر اي توا تو بونس بتفكر وي بيان سور تروفي كوروار سابيي غرامبي غرامبي يعني يتسلق غرامبي غرامبي سورفيي اكومباني اكومباني يصطحب اقول لك جاكومباني مون امي او كلوب انا بصطحب او مع صاحبي رايحين النادي جاكومباني بابا او على موسكي اصطحب والدي المسجد اكومباني يصطحب سوتي يقفز ريمبورتي يفوز وكمان رونتري يرجع. بص يا معلم بص يا مدموزيل بص يا دكتوره دكتوره بص يا باشمهندس يا جماعه الفوكابولير دي مهمه جدا. الفوكابولير اول باول اذاكر الفوكابولير، الناس اللي معايا في اللايف وسمعاني او هتشوف المحاضره مسجله او هتشوفني على اليوتيوب او في اي مكان، طلبه الفرنسي بيشتكوا انا مش بعرف اترجم كتير يا مسيو. هقول لك عشان الفوكابولير عندك مش قويه، اتمنى تذاكر الفوكابولير كويس. الموضوع سامبل جدا، هسمع الفيديو دو فوا تخوا فوا، اعيد الجزء بتاع الكلمات واقعد اقول مع المدرس مع المسيو كومبيتيسيون مونيتور اون بيتيز اون اوبينيون اي كوم سا، يعني اقرا الكلمات كتير مع المسيو هتلاقي نفسك ذاكرتها عرفتها. بعد كده اسال نفسي مدرب او المونيتور او انترينور فريق ايكيب لاعب جوير اوكي، يبقى انا عايزك تعرفها لي اورال او او شكلا شكلا. هتقول مش عارف انطق كويس اقول لك مش مشكله الفتره دي خالص، اهم حاجه عندي ان انا لو شفت كلمه مونيتور اقول مدرب العاب فرديه، كلمه اوبينيو راي، كلمه افي يعني راي بس ماسكولان، لو جالي مثلا كلمه بيستس كلاب لو قلت تراك الدراجات يبقى انا لازم اعرف الكلمه شكلا ومعنى. يبقى احنا كده قدمنا النهارده الجزء الاول في المحاضره فوكابولير لسون دو لسون تخوا. المره الجايه لما يجي معاك عندك الاسبوع اللي جاي تكون مذاكر لي لسون 1 و 2 3 فوكابولير ايه الوحده الاولى اونيتي 1. وعلى الويب سايت بتاعنا بتلاقي الفيديوهات النطق بتاعنا متقدم، انت بس مجرد تسمع الفيديو وتشوفه مره واثنين اوكي. يبقى احنا كده خلصنا اول جزء بارتي 1 جزء الكلمات الخاصه بالدرس الثاني والثالث. دوزيام بارتي دون نوتر كور سو لو بارتي دو غرامير، اهم جزء كل الناس بتستناه جزء القواعد. يلا بينا نشوف هنقدم النهارده. طبعا احنا المحاضرات اللي فاتت يا جماعه اوكي اتكلمنا مع بعض عن اكتر من حاجه في الجرامير اوكي. اتكلمنا عن اول حاجه اتكلمنا عن ليزارتيكل الادوات، واتكلمنا كمان عن ليزارتيكل ديفيني وليزارتيكل ان ديفيني اداه النكره والمعرفه، الفرق ما بين الا والان والدي، الفرق ما بين اللو واللا، لو بير لا مير ان غارسون وان في. طبعا اتكلمنا عن حاجه اسمها ليزادجكتيف دومينستراتيف اداه الاشاره اللي هي السو والست النهارده، وكمان اتكلمنا عن ليزادجكتيف بوسيسيف صفه الملكيه اوكي زي ما احنا شايفين اهوت، وليزادجكتيف ان ديفيني اداه او صفات النكره اللي هي الفرق بين تو وتوت. النهارده هنتكلم عن جرامير بتاعنا اسمه ايه يا جماعه؟ ها لو بريزون. لو بريزون يعني المضارع، لو بريزون يعني الفعل المضارع. يعني ايه جو مانج باكل، جو بارل بتكلم، تو شونت انت بتغني، ايل جو هو بيلعب، نو فيزيتو احنا بنزور، جو سوي اكون، جو في اذهب، جو في اعمل او افعل، جو لي اقرا. ازاي تعرف الفيرب في اللغه الفرنسيه؟ اول حاجه اي جمله في اللغات او في اللغه الفرنسيه عشان بنتكلم عن نوتغ لونج بتتكون سي كومبوز تروا بارتي اوكي. ماشي ماشي يا احمد اوكي. هنتكلم تاني عن ليز ادجكتيف ان ديفيني، حاضر بعد شرح البريزون طالما بدانا في البريزون اوكي يا احمد ميرسي جدا. الفيرب يا جماعه سي كومبوز تروا بارتي، الفيرب بيتكون من ثلاث اجزاء سوجي
او الجمله بتتكون من ثلاث اجزاء سوجي وفيرب وكومبليمون. لو قلت محمد ايم لو فرونسي، محمد ده بسميه سوجي، ايم بسميه الفعل، لو فرونسي بسميه كومبليمون. il va au lycée، هو بيروح المدرسه، il va au lycée. اوكي، il بسميها السوجي، va بسميها الفيرب، au lycée بسميها الكومبليمون. طيب السوجي الفرنسي ممكن يكون نون او برينون، يعني اسم او ضمير. النون يعني الاسم، ممكن يكون نون بروبر اسم خاص، نون كومون اسم عام. نون بروبر يعني اسم خاص بشخص او بشيء، علي، منى، لو فران، لا فرانس، ليجيبت، لو ساندويش، لو سبور، ده كله اسم. كومون اسم عام يعني ان جارسون، ان في، بابا، مامون. طيب ممكن يكون برينو ضمير، البرونو بتاعنا جو، تو، ال، ال، انا وانت وهو وهي. بص انا بديلك من زمان قوي عشان ما تقوليش يا مستر ضعيف فرنسي، اقول لك انا بديلك منين، من البرونو الضمير جو، تو، ال، ال، انا وانت او انت وهو وهي. نو يعني نحن، فو يعني أنتم، إل أفيك إس هم، أل أفيك إس هن. كمان عندنا سوجي اسمه أن، الضمير أن بمعنى نحن أو بمعنى الناس، بيجي مع الفيرب يصرف أكنه إل وأل مفرد، أكنه إيه؟ إل وأل. الضمير فو للجمع، يستخدم لإظهار الاحترام، يعني تقول لي يا مسيو كلاجا في فو، ما عمر حضرتك. Comment vous vous appelez؟ ما اسم حضرتك؟ صفا؟ Quelle est votre nationalité؟ بتعامل بالفو معناها أنتم أو معناها حضرتك للإحترام. حتى في الموقف اللي هيجي لك يقول لك vous demandez، أنت تسأل، بتعامل بالفو معنا. طيب السوجي لما يكون اسم شخص، علي أو أحمد أو عمرو أو محمد، كل ده بيكون إل، سارة أو منى أو حبيبة أو منى، صفاء او رحمه، كل ده بيكون ال. طب اسم ولد، ولد تاني سامي وعلي، ده الافيك اس. نهى ودينا، الافيك اس. طيب سامي ودينا برضو الافيك اس، يعني الرجال قوامون على النساء. اسامي لو ولد وبنت يبقى الافيك اس. اي اسم معاه موا، اي اسم اقول علي اموا، علي وانا يبقى نو، دينا اموا، دينا وانا يبقى نو، بابا اموا، بابا وانا يبقى نو. اي اسم معاه توا، علي اتوا، علي وانت، احمد اتوا، احمد وانت، دينا اتوا، دينا وانت، بابا اتوا، بابا وانت او انت، يبقى توا معناه انت وانت. اي اسم معاه توا يبقى الفو، يبقى الاسم المسكولا ال، الفيمينا ال، المسكولا ومعاه مسكولا تاني الافيك اس، مسكولا وفيمينا الافيك اس، اما فيمينا وفيمينا يبقى جمع مؤنث الافيك اس. اي اسم معاه موا يبقى النو، اي اسم معاه توا يتعامل معامله الفو. خلي بالك يعني مثلا انا عندي هنا هاني هو الال، مروه هي الال، سهله جدا. انا عندي رنا وسلوى الافيك اس. طب كلمه لاكلاس الفصل، لاكلاس ال، لبروفيسور المدرسين، لبروفيسور الافيك اس، علي وليلى الافيك اس. خلي بالك يبقى انا هنا السوجي بتاعي بيتعامل بناء على اسم الكلمه، يبقى الماسكولا يبقى قيل، الفيمينا يبقى عال. نيجي للفيرب يا جماعه. الفيرب فرونسي بقول عليه لو كور دو لونغ، هو قلب لو كور دو فراز، وقلب الجمله. اهم حاجه في الجمله هو الفعل. الفيرب فرونسي بنقسمه لتروا جروب، ثلاث مجموعات. اول حاجه لو بريمير جروب، المجموعه الاولى هي كل افعال في اخرها اغ، زي فيرب بارلي يتكلم، مونجي، الي، وكمان ايمي. اما الدوزيام جوب الاي اغ، افعال المجموعه الثانيه الاي اغ اللي في اخرها اي اغ، زي فيرب فينير، شوازير، رومبلير، وكمان فيرب ريسير. اما التخوازيام جوب المجموعه الثالثه هي كوكتيل مندا على مرندا، يعني كوكتيل الفيرب الريجولير، الافعال الشاذه، او نقول عليها فيرب ريجولير لانها مختلفه في شكل الفعل، وكل فعل ليه تصريف مختلف عن الثاني، زي فيرب اتر وفيرب افوار وفيرب فير وفيرب بارتير. واضح من شكل الافعال ان ممكن يكون في اخرها اي اغ او اغ او او اي اغ. ده يا جماعه بسميه لو انفينيتيف دو فيرب، مصدر الفعل، الفعل الاساسي.
تعال نبتدي مع بعض ازاي اصرف افعال المجموعه الاولى. كومون جي كونجوجي لو فيرب دو بريمير جروب. ازاي حضرتك تصرف افعال المجموعه الاولى؟ افعال المجموعه الاولى اللي باخرها اغ بنحذف الاغ ونكتب مع جي او مع تي او اس ال والال والان او النو او ان اس والفو دايما في اخرها او زد الى فيك اس سالفيك اس او ان تي. طيب المفعول بتاعي ممكن يكون كومبليمون ديركت مفعول مباشر وكومبليمون اندريكت. كومبليمون ديركت يعني لما اقول جي فيزيت لو ميوزي بزور المتحف، لو ميوزي هنا بسميه مفعول مباشر ما فيش قبله حرف جر. جيم الله بحب الله بحب ربنا، يبقى جيم الله الله هنا صفا لله المثل الاعلى، عندنا جيم الله الله هنا جايه مفعول كومبليمون. مفعول غير مباشر هو المفعول اللي قبله حرف جر الى افيك مع شيء عند وهكذا. يعني جي في اليكول، اليكول هنا بسميها كومبليمون اندريكت مفعول غير مباشر. جي سوي دون لا كلاس، دون لا كلاس هنا بسميها مفعول غير مباشر عشان جاب لها حرف جر. نرجع تاني للبريزون. افعال المجموعه الاولى تصرف افعال المجموعه الاولى في المضارع بنحذف حرف او المقطع الاخير الاخ ونكتب النهايات اللي قلنا عليها زي فيرب ايمي يحب. ايمي اهوت جيم تيام ال ال اونيم نوزيمو فوزيمي الى الام. وبتصرف زي ايمي افعال كتير جدا. ادوغي يعشق، ديتستي يكره، ريغاردي يشاهد، دانسي يرقص، ديسيني يرسم، شانتي يغني، بارلي يتكلم. زي ما انتم شايفين هنا فعل الجمله جو الفعل واخد او، التو واخده او اس، الال والال معاها او، اما النو بتاخد ايه يا جماعه؟ او ان اس، يعني دايما تقول مع النو او ان اس، اما الفو او زد، الا فيك اس على فيك اس او ان تي. دي بسميها لي ترمينيزون دو بريمير جروب. طبعا منا بتقول، منا طلاب بتقول كلمه لا كلاس اي كلمه معاها لا يا منا هي الال البنت، يعني لا ميزون المنزل، في منا مؤنث يبقى ال، واي كلمه معاها لو يبقى مذكر ايل، زي لو بروفيسور ايل، لو جارسون ايل، لو بابا ايل، لو ستيلو ايل، لو شيان ايل. اي كلمه معاها لو تعامل ايل، اي كلمه معاها لا تعامل ال، يعني بنت في منا، في منا سنجولي. كل فيربات البريمير جروب افعال المجموعه الاولى تصرف في اخرها اغ بنحذف الاغ ونكتب النهايات ما عدا ايه يا جماعه؟ ما عدا فيرب الي. فيرب الي بمعنى يذهب، فيرب الي يذهب مع جو ايه؟ جو في. يلا بص ورايا، جو في، تو فا، ال ال اون فا، نوز الون، فوز الي، ال فون، ال فون. تاني فيرب الي، جو في، تو فا، ال ال اون فا، نوز الون، فوز الي، ال فون، ال فون. جو في، tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Verbe مهم جدا، verb يذهب، allez. يبقى افعال المجموعه الاولى البريمير جروب. اوكي. طيب عندنا نوع من افعال المجموعه الاولى بسميها verb pronominal، هو الفعل الذو ضميرين اللي بادئ بسو. زي verb يسمى اسمه s'appeler. سابولي الفعل اللي بادئ بالسو دي، السو دي اعمل فيها يا مسيو، السو اللي هي موجوده في فيرب سابولي اوكي، بغيرها مع جو تبقى مو، جو ما بيل، واحذف الاو اخ واكتب مع جو او، جو ما بيل، تو تابيل في اخرها او اس، ال ال اون سابيل، نو نو زابيلون، فو فو زابيلي، ال سابيل، ال سابيل، معناه يسمى او يدعى. جو مابيل محمد، اي توا وانت كومون تو تابيل؟ تقول له جو مابيل احمد. اي لوي وهو كومون ايل سابيل؟ ايل سابيل علي. اي تال وهي كومون ال سابيل؟ ال سابيل حبيبه. يبقى كومون تو تابيل اسمك ايه؟ كومون ايل سابيل ما اسمه، كومون ال سابيل ما اسمها، كومون فو فو زابيلي ما اسمك، اسمكوا ايه؟ تقول له جو مابيل دينا، جو مابيل حبيبه، جو مابيل احمد لما اسال مجموعه. يبقى جو مابيل، تو تابيل، إل أل سابيل، نو نو زابيلون، فو فو زابيلي، إل أل سابيل، جو مابيل، تو تابيل، إل أل سابيل، نو نو زابيلون، فو فو زابيلي، إل أل سابيل. ده اسم فعل أو فيرب سابيلي يسمى.
بستخدمه عشان اعبر عن اسمي او اسمك او اسمنا. طيب نخلي بالنا ان فيرب سابي اللي الفيرب اصلا فيه ال بس وانا بصرفه عملت دوبل ال ما عدا النو والفو. طيب في بعض الاحوال الشاذه او الفيرب الايريجولير او بعض الاحوال المختلفه في المجموعه الاولى. كل الافعال يا جماعه اللي في اخرها واغ بتاخد نفس النهايه. تعال بقى نشوف مع بعض الفيربات اللي في اخرها جي واغ. جي واغ زي فيرب ايه؟ مون جي ياكل، فويا جي يسافر، ميلون جي يخلط، شون جي يغير، وكوغي جي صحح، وناس جي يسبح او يعوم. الفيرب ده مع النو بنزود الاو قبل الاو ان اس علشان ننطق الجي جي عشان نحافظ على نطق الجي. زي ما انتم شايفين الفيرب اصلا فيرب مون جي بحذف الاو واكتب مع الجو او صافا اهوت مع الجو كتبت او مع التو اس مع الال والال او مع النو سبت الاو وحطيت او ان اس. ليه؟ لان الجي لو جه معاها او مباشره او ان اس بس هتتنطق نو مانجو. مانجو الثانيه كنا نفهم بالمانجو. مانجو ده معناه لامانج يعني المانجا، لكن هنا عشان انطقها مانجو اضطريت ان انا اسيب الاو عشان نحتفظ بنطق الجي. الجي لما يكون جاي معاها او تنطق جا، الجي لما يكون جاي بعدها او تتنطق جا جا. فسيبنا الجي كده بعدها او عشان ننطقها جا. مانجو فو مانجي ال المانج. يبقى اول حاجه كل الفيربات اللي في اخرها جي اخ بنحتفظ بالاو عشان ننطق الجي جي. تاني نوع الفيربات اللي في اخرها سي او اغ. سي او اغ زي فيرب ايه؟ لون سي يشوط. بعمل ايه مع النو؟ زي ما انتم شايفين بكتب النهايه بتاعتي بحذف الاو اغ واكتب مع الجو او مع التو اس الال او مع النو او ان اس. بس تحت السي زي ما انتم شايفين حطينا حاجه اسمها السي سوديه. سي سوديه عشان ننطقها اس. يبقى بنحط تحت السي اس صغيره او سي سوداي عشان نحافظ على نطق السي اس. لان السي لما يكون جاي بعدها او لازم نطق كا، لازم نطق حرف الكا. فمش هينفع اقول جيلونس تولونس الالونس. السي لما يكون جاي بعدها الا والاو والاي تتنطق كا. اما السي لما يكون جاي بعديها الاو والاي والاجراج نطق اس. يعني حرف السي بتنطقه كا حضرتك لما يكون جاي بعديه حرف من ثلاثة صفا زي الآ والأو والإي. أوكي فهنا السي تضطر تنطقها لانكون. فعملنا إيه عشان نحافظ على نطق السي اس؟ حطينا تحتها العلامة دي سي سوداي. يبقى توضع السي سوداي تحت السي في الفيربات اللي بآخرها سي اخ زي فيرب لونسي. ليه؟ عشان ننطق السي اس. جي لونس تي لونس إل ألونس نو لونسون فو لونسي ال لونس. لما قلت اخوة كل الفيربات اللي بتنتهي ب او تي او اغ او او ال او اغ بنعمل تي دبل تي مع كل مع اي فاعل ما عدا النو والفو. زي فيرب جي تي. يعني ايه جي تي؟ يعني يرمي او يلقي. جوجيت زي ما انت شايف هنا الفيرب في تي عملتها دبل تي مع تو جو تو توجت ال ال اونجت. نو جيتون فو جيتي احتفظت بتي واحده مع النو والفو. اما باقي الفاعل بعمل التي دوبل تي. ويشز عن هذه القاعده فيرب اسمه اشيتي. فيرب اشيتي زي ما انتم شايفين بمعنى اشتري. فيرب اشيتي بكتب تي واحده بس جاشيت تو اشيت ال ال اشيت لكن بكتب على الاو سافا زي ما انتم شايفين كده. هنا الاو دي معمول عليها اكسون اكسون غراف عشان اسهل نطق الفيرب. جاشيت تو اشيت ال ال اشيت ما عدا النو والفو ما فيهاش اكسون على الاو. يبقى فيرب اشيتي لما اجي اصرفه في البريزون بكتب على الاو الاولى في الفعل اكسون جراف علشان اسهل نطق الفيرب. اخر ريمارك عندي في افعال البريمير جروب الفيربات اللي باخرها اجراج واغ. الفيرب اللي باخره اجراج واغ يا جماعه ده زي فيرب مثلا اسمه نوتواي. نوتواي يعني نظف. نوتواي بعمل ايه؟ هنا الفيرب في اخره اجراج بغير اجراج لاي علشان اسهل نطق الفيرب. نوتوا tu je nettoie tu nettoie il elle nettoie nous nettoyons nettoyons vous nettoyez il elle nettoie. يبقى الفيرب اللي في اخره اجراج ار بنغير الاجراج الاي زي ما انتم شايفين كده اهوت ما عدا النو والفو بسيبها اي اجراج زي ما هي. يبقى خلي بالنا
ان الافعال دي كلها زي فيرب ايساييه بمعنى يقيس او يحاول، وفيرب باييه بمعنى يدفع فلوس. احنا بنلتزم بس بالاساسيات بتاعتنا، وهنا بناكد على الاكسبسيون يعني الحاجات المختلفه من البريمير جروب. اما افعال المجموعه الثانيه الدوزيام جروب، افعال المجموعه الثانيه هي الفعل اللي اخره اي اغ، زي فيرب فينير ينتهي، شوازير يختار، غسير ينجح، فلوير او غومبلير يملا ويظهر، بونير يعاقب صفا، وبينير يكافئ، وغجير يظهر، واتورير يهبط، وغراندير يعني يكبر، اوبير. وعندنا كمان فيرب ريفليشير وسورينير وباتير وابلوتير. وهنا ما ننساش ده غالونتير يعني يهدي السرعه، غالونتير. ميغرير يعني يخس، ميغرير. غورير يشفى او يخف. اجير يتصرف. وفيرب ديفينير يعرف او يعرف حد، ديفينير. اوكي، خلي بالك ان افعال البريمير جروب وافعال الدوزيام جروب مختلفه شويه عن بعضها. افعال الدوزيام جروب بعمل ايه؟ بحذف الاي اغ من الفيرب، بحذف الاي اغ واكتب مع جو اي اس، مع تو اي اس، ال والال اي تي، النو اي اس اس او ان اس، الفو اي اس اس او زد، اي اس اس او ان تي. ده افعال الدوزيام جروب المجموعه الثانيه. طب تعال نشوف مثال كده او اكزامبل عليها. الاكزامبل ده بيقول فيرب فينير اهوت، زي ما انتم شايفين يا جماعه فيرب فينير بمعنى ينهي. اوكي، فيرب فينير ده بنحذف الاي اغ منها ونكتب مع جو اي اس، اصبحت ايه؟ ادي فينير، حذفت الاي اغ وكتبت هنا اي اس، بقت جو فيني، تو فيني، ال الفيني، نو فينيسون، فو فينيسي، ال الفينس. عملنا ايه في الفيرب؟ حذفنا الاي اغ وكتبنا نهايات مختلفه عشان الفيرب في اخره اي اغ، والاي اغ دي معناها ان هو اسمه دوزيام المجموعه الثانيه، دوزيام جروب. طيب الاهم من الفيربات كلها البريمير جروب والدوزيام جروب، عندنا التروازيام جروب افعال المجموعه الثالثه. التروازيام جروب دي بقى دي يا جماعه بقول عليها فيرب ريجولير، يعني كل فعل او كل مجموعه افعال لها تصريف مختلف تماما عن الباقي. اول حاجه مجموعه فيرب افعال بتنتهي باي اغ لكنها بتتصرف زي المجموعه الاولى، اسمها مجموعه فيرب اوفغيغ. اوفغيغ يفتح، اوفغيغ اهو. عندنا فيرب اوفغيغ يقدم، اوفغيغ، كوفغيغ، ديكوفغيغ، ريكوفغيغ، سوفغيغ، وكويغ واكويغ. مجموعه افعال باخرها اي اغ لكن بتتصرف زي المجموعه الاولى، بتتصرف زي البريمير جروب. كمان شايفين فيرب كوفغيغ، حذفت الاي اغ من الفيرب وكتبت مع الجو ايه؟ او، مع التو او اس، ال والال او، النو او ان اس، والفو او زد، الى بكاس على بكاس او ان تي. مجموعه فيرب باختير بمعنى يرحل، بحذف من باختير اخر ثلاث حروف وازود معاها مع الجو اس، مع التو اس، مع ال والال تي، مع النو او ان اس، مع الفو او زد، الى بكاس على بكاس او ان تي. بيتصرف زي بارتير ايه بمعنى يرحل؟ افعال كتير، سيرفير يخدم، دورمير، وسي سونتير، وسونتير، ومونتير. بيتصرفوا كلهم زي فيرب باختير. فيرب تينير وكونتينير وابورتينير وريفينير وبريفينير وكونفينير وسيرفينير وديفينير، كلهم بيتصرفوا زي فيرب فينير بمعنى ياتي. جو فيان، تو فيان، الال فيان، نو فينون، فو فيني، الال فيان. نخلي بالنا من فيرب مورير بمعنى ضو يموت، مور، 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 مورون، موري، مور. فيرب كورير يجري، كور، 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 كورون، كوري، كور. افعال بتنتهي بالاغ او زي فيرب بروندر. فيرب بوردر عندنا بمعنى يخسر، بنحذف اخر حرفين ونكتب مع جو اس، جو بور، تو بور، الال بور، نو بوردون، فو بوردي، الال بورد. بيتصرف زيه اتوندر ينتظر، ديفوندر يدافع، ديسوندر ينزل، وفوندر يبيع، انتوندر يسمع، وريبوندر يجيب. فيرب بروندر بمعنى ياخذ، جو برون، تو برون، بحذف اخر حرفين واكتب مع الجو اس، مع التو اس، ال والال، دي، النو، برينون، فو بروني، الال برين. زي بروندر يتصرف زيه، كومبروندر يفهم، وابروندر يتعلم، وسوربروندر يواصل او يستأنف.
بيجي معنى وفاجئ طبعا. افعال بتنتهي بالمقطع اي تي ار او. الاي تي ار او زي فيرب كوناتر يعرف، وفيرب نتر يولد، وفيرب باغيتر يظهر، وفيرب ديسباغيتر يختفي. بيتصرفوا كلهم زي فيرب كوناتر. بنحذف اخر ثلاث حروف ونحط اس اس تي. جي كوني، تي كوني، الال كوني، اس او ان اس، نو كونيسون، فو كونيسي، الال كونيس. افعال بتنتهي بالدبل تي ار او زي فيرب ماتر. Je mets, tu mets, elle elle met. بنحذف اخر ثلاث حروف ونحط اس اس مفيش. Nous mettons, vous mettez, elle met. بتصرف زي verbe remettre, oui, battre, oui, permettre. Verbe lire بمعنى يقرأ. Je lis, tu lis, elle lit. Nous lisons, vous lisez, elle lit. بتصرف زي verbe lire ايه؟ verbe conduire, ou verbe traduire, ou verbe souffrir. اهم مجموعة افعال عندي verbe faire بمعنى يفعل. Je fais, tu fais, elle en fait. Nous faisons, vous faites, elle font. Verbe يكتب écrire. Écrit, 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 écrivant, écrivez, écrivez. Verbe oul, yani verbe dire. Je dis, tu dis, elle dit. Nous disons, vous dites, elle dit. Verbe rire, bmana yadhak. Ri, tu ris, elle en rit. Nous rions, vous riez, elle rit. طبعا ما ننساش البيج بوس بتاعنا، اهم مجموعه افعال في الافعال المجموعه الثالثه. فيرب اول حاجه فيرب اتر يكون. فيرب اتر مهم جدا. Je suis, tu y es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. بمعنى يكون. Verbe avoir, يملك. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, ou elles ont. Verbe يعرف اسمه verbe savoir. Je sais, c'est, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Verbe, yurid, verbe vouloir. Je veux, tu veux, il, elle veut. Nous voulons, vous voulez, il, elle vole. Verbe yara, est-ce mon verbe voir. Je vois, tu vois, il, elle voit. Nous voyons, vous voyez, il, elle voit. Verbe yagib, devoir. Je dois, tu dois, il, elle doit. Nous devons, vous devez, il, elle doivent. Verbe يجلس اسمه s'asseoir. Je m'asseye, tu t'asseye, il elle asseye. Nous nous assions, vous vous assiez, il elle s'asseye. Verbe يستقبل recevoir, reçoit, reçoit, reçoit. Recevant, recevez, reçoit. يعيش اسمه verbe vivre. Je vis, tu vis, il elle vit. Nous vivons, vous vivez, il elle vit. Verbe يتابع اسمه verbe suivre. Je suis, tu suis, il, elle suit. Nous suivons, vous suivez, il, elle suit. Verbe يعتقد, croire. Je crois, tu crois, il, elle croit. Nous croyons, vous croyez, il, elle croit. خلي بالك ان كل افعال بتصرف مع اي فاعل ما عدا verbe falloir يجب، بتصرف مع الـ فقط اسمه il feu، وverbe تمطر اسمه pleuvoir بتصرف مع الـ il pleut. طيب يا مسيو الموضوع ده كتير عليا، اقول لك شكرا، شكرا للتحيه. انا الخصه لك في باج واحده بس. انت دلوقتي في الاكزامان مطالب تختار الفيرب الصح، مطالب تختار الفيرب الصح. خلي بالك الفيرب عندك في الفرنسي هيجي لك مع الفاعل. السوجي بتاعنا اهوت، السوجي بتاعنا بيقول جو، تو، ايل، وال، وان، نو، فو، إلا بك اس، على بك اس. ده كده اسمه السوجي، يعني الفعل بتاع الجملة. الفيرب عندك في الفرنسي ممكن يكون أول حاجة بجميع جوب مجموعة أولى في آخر إعاز، ممكن يكون دوزيام جوب مجموعة تانية في آخرها إعاز، ممكن يكون تغوازيام جوب مجموعة تالتة بتنتهي إما إيه؟ أو إعاز و ار و اف او. خلي بالك ان انا عندي هنا الفيرب الفرنسي، انا اقسم لك الباج بتاعتي كده، دي كده جو ودي كده تو، وهنا الايل والال والان، النو معانا، والفو كمان، ويلا فيك اس وعلى فيك اس. انا هقول لك دلوقتي ازاي تختار الفيرب وانت مغمض، يعني ازاي تختار الفيرب اصلا. اي فعل يا جماعه مجموعه اولى بغمير جروب اللي هو الفيرب اللي في اخره اغ، ده دايما مع الجو بنكتب او، اخر الفيرب ايه؟ او.
التو بتاخد اس، الال والال والان او، النوب ده معاها دايما او ان اس، والفو او زد، الافك اس الافك اس وان تي. طيب الدوزيام جوب افعال المجموعه الثانيه هي الفربات اللي باخرها اي اخ، الجو دايما بتاخد معاها اي اس، التو اي اس، ال والال اي تي، النو اي اس اس او ان اس، والفو اي اس اس او زد، الافك اس الافك اس اي اس اس او ان تي. نيجي للتخوازيام جوب افعال المجموعه الثالثه، التخوازيام جوب عندنا هي الفربات اللي في اخرها او اي اخ او اخ او اي اخ، ودي الاهم حاجه عندك اللي انت افعال كتير ولها نهايات مختلفه. تعال اقول لك بقى ان كل افعال التخوازيام جوب المجموعه الثالثه الجو هتختار الفعل اللي في اخره ايه؟ يا اس يا اكس، واحد طبعا منهم، التو يا اس يا اكس، الال والال يا تي يا دي، النو دايما او ان اس، والفو دايما او زد، الافك اس الافك اس او ان تي. ده كده شكل النهايات اللي تقدر من خلالها تختار افعال البريمير جروب. اوكي، يعني افعال البريمير جروب، افعال الدوزيام جروب، افعال التخوازيام جروب. خلي بالك ان احنا عندنا حد ويتنج. اوكي، عندنا التخوازيام جروب يا جماعه الافعال بتنتهي باس او اكس دايما، كل افعال فرنسي بتاخد معاها مع النو كلها او ان اس ما عدا سافا فيرب اتر وفيرب فير مع النو فيرب اتر بس نو صم. خلي بالك ان اي فيرب في الدنيا مع النو بياخد او ان اس ما عدا فيرب واحد بس اسمه فيرب اتر بياخد مع النو نو صم. طب كمان ملحوظه، كل الفربات مع الفو بيجي دايما معاها ازد كلها ما عدا ايه؟ ما عدا ثلاث افعال، اول فيرب عندك فيرب اتر مع الفو فو زت، وفيرب فير مع الفو فو فات بياخد او اس، وفيرب دير يقول مع الفو فو دت. تاني كل الافعال بتاخد مع الفو ازد ما عدا ثلاث افعال، فيرب اتر وفيرب فير وفيرب دير بياخدوا مع الفو في اخرهم او اس مش او زد. طيب ناخد كمان ملحوظه، كل الفيربات مع الافك اس في الفرنسي كله بيجي معاها ايه؟ مع الافك اس والافك اس او ان تي، اي فيرب في اخر او ان تي ما عدا ايه؟ ما عدا فيرب افوار وفيرب اتر وفيرب فير وفيرب الي، يملك ويكون ويفعل ويذهب. فيرب افوار مع الافك اس بتاعتنا او ان تي ال الزون، وفيرب اتر مع ال ال الزون، وفيرب فير مع ال ال الفون، وفيرب الي مع ال ال الفون. تاني اي فيرب في الافك اس بياخد او ان تي ما عدا فيرب افوار ال الزون يملك، فيرب اتر ايل الفون، فيرب فير ايل الفون، فيرب الي ايل الفون. اوكي، نرجع بقى لاختياراتنا. خلي بالك ان احنا عندنا ازاي اتصرف فيرب انفويه، الموضوع سامبل جدا. يعني هنا فيرب انفويه مع منى عشان هي ايل وال. اوكي، هنختار معاها انفوي كده اللي هو في اخر او. فيرب الي مع جو، جو في تو لي موند، دي الال مع ايمي ال ال ام وفي اخرها او عشان حذفنا الاو وحطينا او. طب هنا مون فرير مع جي تي ال ال جت، بس بنعمل دبل تي كده دبل تي الايه للفيرب. فيرب مونجي مع النو مونجو بنسيب الاو ونحط او ان اس. فيرب امبلوي مع مامير هي الال والال، الفيرب ده هتبقى امبلوا اهوت بنغير اجراج الاي ونحط او. فيرب ابل لي يسمى مع جو جابيل ينادي او يستدعي باردون جابيل. فيرب فينير مع الافيك اس سامي وعالي ده الافيك اس هتبقى ايه؟ فينيسا اس اس ان تي.
هلا اموا بتساوي نو هتبقى نو ديسبوتون ديس بوتون بمعنى يتشاجر وناس الجو مع اتر هتبقى جي سوي ونو مع افوار هتبقى نو زافون. طبعا احنا بنحل اكزرسيس بس تصريف لكن هو في الاكزامان في الاكزامان هيجي لك شوازي زي ما نحل مع بعض دلوقتي الاسئله الاختيار ازاي. طبعا احنا يا جماعه بنتكلم على الفيرب في البريزون وده من الحاجات الطويله جدا بس الحمد لله احنا انجزناها دلوقتي بنحل مع بعض. هناخد بقى اكزرسيس سريعا كده على البريزون شوازي. ناخد مثلا نبدا بقى نشوف المايك معانا ونتكلم. نبدا باحمد وليد. سالو احمد. احمد وليد احمد سمعني الناس اوكي. طب ناخد عبد الرحمن. اوكي ها ناخد عبد الرحمن. عبد الرحمن عبد الله سمعني عبد الرحمن. طيب ناخد احمد مدحت. رحمه سامعك عبد الرحمن سامعني. اتفضل يا عبد الرحمن لو عايز اختار الجو تقول لي بس الاجابه انهي في دول انهي الانسب. انهي فيرب انسب عبد الرحمن جو في ولا جو فا ولا جو اللي انا انسب. ها في مشكلة في المايك أو حاجة؟ جيفا. طيب تمام. طب يلا بودي بقى عايزك تطير كده بالتو، التو أنهي الأنسب؟ الثانية. التو بتاخد أنهي نهاية مع التو؟ أنهي فيزيت الأنسب؟ اي اس. ماشي تمام. طب الايل رقم ثلاثة الايل او ان اس الاولى ولا الثانية؟ الايل ده اي ار اي ار. لا الايل الثانية. الايل الثانية بتاخد الاو. طيب النو في رقم اربعة النو النو او ان اس او ان اس. تمام. طيب المونا مونا دي هي الال الال والال تاخد انهي فيرب؟ الثانية. جميل. طيب النو في رقم ستة النو تاخد انهي ام انسب الاولى ولا الثانية ولا الثالثة النو؟ الأخيرة. الأخيرة تمام. مسي عبد الرحمن شكرا. مسي عبد الرحمن. عايز رحمة. سلام يا رحمة. كومون صفا يا رحمة. تمام الحمد لله. طيب يلا رحمة رقم سبعة. مع رقم سبعة عندنا خلي بالك يا رحمة ان في رقم سبعة فيها تركية ان رقم سبعة اصلا بتقول تو بوا اصلا في فيرب مصرف يعني في رقم سبعة المصدر. المصدر الاولى. جميل. طيب النو مع او ان اس الاخيرة. جميل. طب الجو الاخيرة اخرها اي الاخير. طب اللي في اخرها قالوا عليها اكسون دي ايه يا رحمه؟ ما هي الاكسون دي مش صح عشان في اكسون. الاكسون دي صفه بريفيري يعني المفضل يعني اقول مثلا رحمه اي موني ليف بريفيري رحمه هي تلميذ المفضله لكن جي بريفير دي يفضل. طب رامي وهاني ده ايه لافيك اس انهي فيرب انسب؟ الاخيره. الاخيره مير اكسلون. طيب نكمل برضو رحمه رقم 11 نمرو 11 مكملين مع بعض اهوت انه انهي اختيار او الناس والتو الثاني او اس او اس الايل او الاخيره. جميل. انه او الناس الثاني او الناس الجو لا نو الرقم رقم 15 انه تاخد انهي او الناس الاولى او الناس رقم 16 الجو
آخرها أو الثانية الأخيرة. الأخيرة والإيل الثانية الثانية. طب الأل الثانية الثانية. طب سامي بقى، سامي ده الإيل والأل برضو الأخيرة. الأخيرة. جميل. طب رقم 20 نمغوفا بتقول جو تمام أنا. تمام. طب 21 21 21. الأخيرة طب 22 لبروفيسور المدرس، لبروفيسور الأولى الأولى. النو بتاخد أنهي؟ وأنا الثانية أو أن إس. والإيلافيك إس وأنتي واللي في اللي هي إيلافيك إس اللي في وأنتي أنت. النو نوز اللو على مير بوغ. بوغ بقى إيه؟ يعني إيه بوغ؟ هتبقى بعدها في المصدر في المصدر. برافو عليك. أنهي فعل في المصدر؟ الأولى الأولى. إكسلونت. رقم 27 27 ماريون إي موا. يعني إيه ماريون إي موا؟ نو بس في اون فهي بتتصرف مع الايل فتبقى الثانية برافو عليك. اكسلنت. طب الالف رقم فان ويت 28 الال الثانية الثانيه. توفا توفا هتبقى فيرب في المصدر اليف في المصدر الأولى الاولى. طيب رقم 30 تو الأخيرة الاخيره. اكسلنت. رقم 31 لفي دي الافيك اس لفي هتبقى الثانية الثانية. طب جو فو لما يكون عندي فاعلين، فاعلين يا رحمة اللي هو جو فو، الجو دي هي السوجي ولا الفو هي السوجي؟ الجو الجو هي الفاعل. برافو عليك. جو فو الجو دي الفاعل والفو دي ضمير. يعني ايه جو فو؟ لما اقول مثلا جو فو بارل بكلمكم، جو فو زيم بحبكم، جو فو دون انا بقدم لكم، يبقى هنا جو فو الفيرب هيكون مع الجو انهي؟ الثانية الثانية. طب رقم 33 نفس الفكره، لو بروفيسور المدرس نو احنا السوجي عنده هو البروفيسور. ها لو بروفيسور الاولى. الان اتصرف مثل الال والال، انهي الان الانسب؟ الأولى الاولى. اون فا. طب جو في هنا جو في في فيرب مصرف فاختار الفعل في المصدر مع تحويل السو الى مو عشان في جو. جو مو برومين الاولى. Ça va, je me promène, je me promène. طب الألف في الدوزيام جروب بقى، المجموعة الثانية. هتبقى الثانية الثانية. اكسلنت اكسلنت يا رحمة. ميرسي جدا يا حبيبتي، شكرا ليكي. ناخد حبيبة مادموزيل حبيبة حسين. ازي حضرتك يا ميسي؟ ايه الأخبار يا حبيبة؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبي. رقم 37 رقم السؤال رقم 37 مع ايه لافيك اس يا حبيبه؟ ايه لافيك اس؟ الأولى الأولى. اكسلنت. طب التو آخر واحدة؟ أخيرة؟ آخر واحدة. برافو. طب الإيل آخر واحدة؟ اكسلنت. طب الفو أول واحدة؟ برافو. الجو آخر واحدة؟ اكسلنت. طب الفو الثانية؟ اكسلنت. طب التو الوجه الاولى. برافو عليك. طيب النو الاولى الاولى. طيب الجو ابوستروفي عشان الفيرب بدأ بحرف فويل. السؤال رقم 45 الجو اخر واحده. اكسلنت. طب ايه لافيك اس؟ اول واحده. اكسلنت. طب النو عندنا تاني واحدة. اكسلنت. ميرسي جدا يا حبيبة، شكرا. ميرسي مادموزيل حبيبة. طبعا هندخل بقى على حاجة تانية مرتبطة قوي بالبريزون اسمها الامبيراتيف الأمر. خلي بالك الامبيراتيف. هنا عبد الرحمن بعت لي سؤال بيقول لي يا مسيو مش يا مستر، يا مسيو امتى بنختار الفعل في المصدر؟ سؤال جميل جدا يا عبد الرحمن، ميرسي. تعال نشوف اجابتنا على سؤال مسيو عبد الرحمن. خلي بالك ان انا دايما بختار الفعل مصرف في البريزون. طب امتى اختار الفعل الاصلي اللي هو الفعل في المصدر من غير تصريف لحالات معينه؟ اول حاجه بتقول ان الفيرب لما يكون في فيرب مصرف فعل، فعل مصرف يجي بعديه مصدر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بقول يا عبد الرحمن جو جيم انا بحب جوي. بص كده جوي جايه فين؟ جوي جاي في المصدر. جوي ده مصدر وام ده الفعل المصرف. يبقى
بختار الفعل في المصدر اذا صوبك بفعل اخر. لو جه قبليه فيرب صرف اختار الفيرب في المصدر. جو في فواياجي. هنا انا سوف اسافر. جو في فواياجي. جو في ده فيرب، الفيرب الثاني يكون مصدر. يبقى لما يجي فيربين ورا بعض يا جماعه، الفيرب الاول اصرفه، الفيرب الثاني اسيبه في المصدر زي ما هو. يبقى دي اول حاله من الحالات. ممكن الفعل في المصدر بيجي بعد حرف جر، في حروف جر معينه بيجي بعدها الفعل في المصدر زي الا والدو والبور والسان. يعني الى او في، دو يعني من وعن، بور يعني لكي او علشان، سان يعني بدون. تاني دي حروف جر بيجي بعدها الفعل في المصدر. اكزامبل، مثال اقول لك جو بونس، انا بفكر، انا بفكر. جي بونس ا فواياجي، جي بونس ا فواياجي، انا بفكر ان اسافر. جي بونس ا فواياجي مش فواياج. يبقى اوكي احنا بنخلص الساعه 1 يا عمرو، يعني المفروض ان احنا بنخلص اصلا 12 ونص، من 10 ونص 12 ونص، من 10 ونص ل 12 ونص حصتنا. حصه ساعتين، بنبتدي 10 ونص بنخلص ايه 12 ونص. احيانا مثلا نبتدي 1 الا ربع بنخلص 11 ونص بنخلص ايه 1 الا ربع. يعني احنا بنظبط على نفسنا على ساعتين يا جماعه. يعني اي حد عنده ارتباطات يوم الاثنين يخليها من بعد 12 ونص وخلاص. جي بونس ا فواياجي، جي بونس ا فواياجي. هنا عشان في حرف الجر اخذت الفعل في المصدر، يبقى ا ودو وبوغ وسون. الحاجه الثالثه ان في ال ف يعني يجب، او تو دوا يعني يجب. ده كده بيجي بعدهم الفعل في المصدر تو دوا وال ف. صافا، يبقى دي معناها يجب او لازم. اكزامبل اقول لك تو دوا، عشان ده فعل مصرف، تو دوا اتودي، تو دوا اتودي بيان، او تو دوا بيان اتودي، يجب ان انت تذاكر. هنا اتودي جاي فعل فين؟ في المصدر اهوت، عشان في تو دوا. يبقى بستخدم الفيرب في المصدر في ثلاث حالات. اول حاله بتقول ان لما يكون في عندي اوكي حروف جر زي الا والدو والبوغ والسون، كمان عندي ايه ان بعد الف وبعد تو دوا، وكمان عندي ان ممكن يكون عندي الجمله فيها فعل مصرف يجي بعديه مصدر. يبقى دي الحالات الثلاثه اللي بيجي معاها الفيرب في الانفينيتيف. صيغة الأمر الإمبراتيف، الإمبراتيف علشان هو بقول عليه ابن البريزون، مرتبط جدا بيه. احنا النهاردة بنتكلم على الإمبراتيف والبريزون. احنا شرحنا البريزون عن المضارع، ازاي دلوقتي تؤمر حد الأمر، الأمر لله. أولا الإمبراتيف ده هو تصريف الفعل. لما أجي أمرك أقول لك أنت ذاكر، اتودي، أنت كلي، مونج، أنت اذهب، فا، أنت ادخل او ادخلي، انتغ. ممكن امركم كلكم اقول لكم انتوا مونجي كلوا، انتغي ادخلوا، جوي العبوا، اتودي ذاكروا، فيزيتي زوروا، الي اذهبوا، فت اعملوا، دغمي ناموا، سختي اخرجوا. يبقى الامر هو تصريف الفعل مع تو او مع الفو. الامر هو تصريف الفعل مع ايه يا مسيو؟ مع تو انت، ومع الفو انتم، او مع النو احنا. اقول لك مثلا مانجون فلناكل، اتيديون فلنذاكر، فيزيتون فلنزور. يبقى اللغه الفرنسيه لما اجي استخدم الفعل في الامر، تصريف الفعل في الامر مع ثلاث ضمائر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نكمل. الامر هو تصريف الفعل مع التو او مع النو او مع الفو. بعد كده بنحذف الضمائر الثلاثه، التو او النو او الفو. ما تيجي نشوف كده مثال الكلام المسيو بيقوله ده. اوكي في ويتنج روم، نخلي بالنا ان احنا عندنا الامر تصريف الفعل في الامر هو التو او النو او الفو. اوكي
لو جينا يا جماعه بنصرف الفيرب في الامبراتيف، تصريف الفيرب في الامبراتيف فيرب مارشي يعني يمشي، مارشي عايز اقول لك امشي بقى، امشي صدعتني، هقول لك مارش مارشون يلا نمشي، مارشي امشوا. يبقى ليه ما خدتش الجو؟ لان ما ينفعش امر نفسي. ليه ما خدتش الايل والال؟ لان هو مش موجود عشان امره. يبقى انا بستخدم التو والنو والفو. الامر امتى؟ لما اجي اوجه الامر المفرد اقول له انت، فينير فيني فينيسون فينيسي. طب اكتب اكري، يلا نكتب اكريفون، اكتبوا اكريفي. خلي بالك ان بتحذف الاس مع الضمير تو لما يكون الفيرب من افعال المجموعه الاولى. اصلا الفيرب ده كان في اخر اس كده، حذفتها عند الامر. يبقى يحذف الاس من التو. شروق بدانا من شويه، شروق طبعا شروق بادئين الساعه 11 الا 10، بدينا شروق الساعه 11 الا 10. حاول يا شروق لو عندك ارتباطات او حاجه تظبطيها، احنا حصتنا اصلا يا جماعه 10:30، حصتنا 10:30، عارفين بس ظروف الصيام وكده بقى في شويه اجهاد، طريق زحمه مش عارف ايه، لكن احنا كلنا ستاند باي نكون جاهزين 10:30. يعني 10:30 نكون فاتحين موبايلنا وقاعدين مظبطين غسلين وشنا ومصليين وكل حاجه ومستنيين المسيو. 10:30 ل 12:30. الناس طبعا اللي فايتها اي جزء هيبقى مفيش مشكله خالص، احنا عندنا المحاضره بكره بايه بتترفع على طول، ربنا يخلينا الباشمهندس عمور هنا معانا، الراجل ده مظبطنا. فاحنا عندنا الحصه الساعه يعني ثاني يوم يوم الثلاث بتبقى الحصه موجوده على الابلكيشن، فمش هيبقى فيه مشكله خالص. احنا بنبتدي 10:30، ميعادنا 10:30. تصريف الفعل مع التو. طيب لو جينا ناخد اكزامبل، ما تيجي نخرج من الكلام ده وناخد اكزامبل. انا عندي بقول ايه؟ لو مثلا يا جماعه فيرب اتودي او فيرب انتري، فيرب انتري ده معناه يدخل، انتري. لما تيجي تصرف الفيرب ده مع التو والنو والفو، هقول لك مع التو او مع النو او مع الفو. فيرب انتري لما اجي اقول لك انت بتخبط على الباب مثلا بتقول لي ايه؟ اقول لك انتر، ادخل. هتبقى ازاي انتر؟ هتبقى كده، التو مع انتر بتبقى كده تو انتر. بس هنا المفروض بحذف التو واحذف الاس، اصبح الفيرب اسمه انتر يعني كم، ادخل. طب مع النو بكتبها عاديه انتر وفي اخرها او ان اس، ومع الفو انتري وفي اخرها او زد. يبقى الامر هو تصريف اي فيرب مع التو او النو او الفو. هل دايما؟ طب لو اخذنا فيرب دوزيام جروب مجموعه ثانيه زي فيرب فينير، فيرب فينير ده معناه ينهي، يعني اقول لك انجز خلص، اقولها ازاي؟ مع التو فيني، مع التو كده. طب مع النو فينيسون اس اس او ان اس، مع الفو فينيسي اس اس ازد. يبقى الامر هو تصريف الفعل مع التو او النو او الفو. طب امتى بصرف الفيرب مع التو؟ لما اكون بامر واحد بس، عمر، وجاي بعديه كوما، او جاي بعديه اقواس. خلي بالك من صيغه الامر، هتلاقي اسم اسم مفرد او جمع وبعديه الكوما دي ونقط كده. يبقى لازم الفيرب اللي انت هتستخدمه هنا هيبقى فين؟ في الامر، في الامبراتيف. تعال نشوف اكزامبل كده من الكلام ده. انا لو قلت مثلا علي، جاي لي مثلا فيرب مثلا اسمه ايكوتي، يعني يسمع، ايكوتي. هقول لعلي ايه؟ ايكوت، ويكون في اخر او، لان انا بامر علي بالمفرد، اقول له انت ايكوت اسمع. اوكي، لو رجعنا لباقي تفاصيلنا بنقول ان الفيرب دايما في الامبراتيف هو تصريف اي فيرب مع التو ومع النو ومع الفو. عند الامر بنحذف الاس من افعال المجموعه الاولى فقط، لكن مش بنحذفها من الدوزيام ولا التخوازيام. طيب هل المجموعه الاولى بس؟ ايوه، وفي افعال عندي اللي هي في اخرها اغ، وفي افعال عندي في اخرها اي اغ، لكن بتتصرف زي المجموعه الاولى، قلت لكم من شويه، اوفرير كوفرير ريكوفرير وديكوفرير واوفرير وكمان سوفرير وكوير واكوير. الافعال دي لما بتيجي حضرتك تصرفها بتصرفها زي المجموعه الاولى. تو مارش فيت، يعني اقول لك امشي بسرعه، مارش فيت، افتح الباب، اقول لك اوفر لا بورت. اهم حته في الامبراتيف بقى مهمه جدا، اصحى للكلام، ليفت وا، اصحى معايا. الفيرب ذو ضميرين،
هو الفعل اللي بادئ يا شروق اللي بادئ يا عبد الرحمن بالضمير سوف اوله زي فيرب اسمه سوكوشي ينام اوعى تنام نيتي كوش با طب نام دلوقتي كوش توا نامو كوشي فو اصحى ليف توا اصحوا ليفي فو كف ليف توا كفوا ليفي فو صبا الفيرب اللي بادئ ب س هو الفيرب بقول عليه ذو ضميرين زي فيرب سوكوشي فيرب سوكوشي ده ازاي تؤمر الشخص بالفعل اللي بادئ بس اول حاجه بصرفه مع التو هيبقى تيتي كوش تيتي كوش بمعنى ينام طب عايز اقول لك اتفضل نام اقول لك كوش توا اول حاجه بحذف التو واحذف الاس اصبح الفيرب عندي كوش توا عكس التو بعد الفيرب تبقى كوش توا طب عند الامر المنفي اسيب الفعل تاني نيتي كوش بقى ارجعه لاصله طب مع النو هتبقى اول حاجه تصريف الفيرب ازاي اهو زي ما احنا شايفين تصريف الفيرب اصلا مع النو نو نو كوشون حذفت النو وجبت دول بدل بعض عكستهم هيبقى الامر اسمه كوشونو فلنذهب للنوم عند النف ارجع النو تاني لاصلها بين النو والبا هتبقى نو نو كوشوبا مع الفو فو فو كوشي حذفت الفو وعكست الفيرب مع الضمير بتاعه اصبح كوشي فو وعند النفي ارجع الفيرب تاني لاصله نيفو كوشيبا يبقى الامبراتيف الامر من الفيرب البرونومينال هو تصريف الفعل مع التو والنو والفو لكن الفيرب ذو ضميرين بياخد خطوه جديده وخطوه زياده ان انا بعكس الضمير بعد الفيرب يبقى كوشتوا او كوشنو او كوشيفو عند النفي ارجع الضمير تاني لاصله نيتو كوشبا في حاله الامر المنفي بنضع الفيرب بين النو والبا مونجي دي فيغوي ني مونجي با دي فيغوي ديموندي ان ليفر ني ديموندي با دو ليفر الافعال في الامر كلها بتتصرف مع التو والنو والفو في البريزون عادي جدا الا ثلاث افعال يا جماعه فيرب اتر وفيرب افوار وفيرب سافوار فيرب اتر يكون سوا كن سويون فلنكن سويه كونوا الامر مع فيرب افوار يملك اي ايون ايه امتلك فلنمتلك امتلكوا فيرب سافوار يعرف ساش ساشون ساشي الفعل الذي يلي اسلوب النداء يوضع في صيغه الامر صفا طب ازاي نفهم ان ده جاي في الامر بيقول لك اذا جاء الاسم في بدايه الجمله وبعده كما او علامه فاصله فهو منادى يصرف الفعل في صيغه الامر حسب اسم المفرد او الجمع لو مفرد هقول لاحمد في لو دوفوار بصوا هنا معايا كده الناس كلها تركز معايا في لو دوفوار في لو دوفوار اعمل واجبك علشان بقول لاحمد بس ميزامي اصحابي اخواتي يا اندال ميزامي اصحابي ايكوتي دو لا ميوزيك ليسن اسمها موسيقى ليه صرفت الفيرب هنا مع الفو عشان بامر الجمع الامبراتيف من الدروس السهله جدا والبسيطه بصوا معايا ونبدا نقول بعض الناس مادموزيل مريم معتز يلا اصحى في الشاتنج معايا هنبدا نتكلم مع بعض منا جهزي نفسك وعبد العزيز زيزو حبيبي اصحى يا زيزو ما تقلش في الفطار انا عاوز مريم مريم معتز بالله في الشاتنج يا مريم او فويس يلا مريم اول سؤال فتحنا مريم ممكن لو في مشكله مريم في الشاتنج يلا اول واحده يا مريومه يلا الناس تكتب في الشاتنج كده تكتب لي رقم الجمله والاجابه اوكي رحمه بتقول فا صح جدا صح جدا عايز مادموزيل مريم سوبر ستار بتاعتي مريم معتز يلا مريومه صح جدا مريم بتقول فا جميل الناس كلها تشارك معايا في الشاتنج يلا وعبد العزيز وكله رحمه كله اشتغل معايا واحمد مدحت الله عليك يا احمد رقم اتنين لوجيد الجايد بأمره اقول له لجيد فيزيتي فيزيت فيزيت فيزيتون هتدور في الاختيارات على التو او النو او الفو هندور في الاختيارات على التو او النو او الفو وعند تصريف الفيرب مع التو بنحذف الاس خلي بالكو يعني لازم احذف الاس يا زيزو لو الامر صح رقم اتنين معظمنا مجاوبينها غلط هتبقى فيزيتون الاخيره
خلي بالك ان انا لو ما لقيتش التو صح ادور على النو والفو. رقم 3 مسيو صح جدا. خلي بالكوا ان انا لما اجي امر بابا او مامو امرهم بالفو يا اما تاخد بالجزمه. مش هينفع تقول لي بابا بقول لك ايه هات لي فلوس، هتقول له دوني موا لارجون. بامر الفيرب في الامبراتيف مع بابا او مامو او مسيو او مدام او مادمازيل الامر بالفو للاحترام. اكسلنت منا رقم 4 صح. ميزلاف برافو يا منا فت. يلا في الشاتنج ميكو با اصحابي بامرهم بالفو انتم. ميكو با في رقم 5 ميكو با اصحابي بامرهم بالفو انتم بامركم بالفو. او نو ميكو با برينوم. تاني الامر مع المجموعه مع الجمع يا اما يكون فو يا اما يكون نو يا اما فو يا اما نو. طيب رقم 6 اليكس. اليكس ده شخص عادي جدا بامره بقول له انت توغن توغن. اكسلنت رحمه توغن الاولى. نمجوسة رقم 7 مسيو. هقول مسيو بتاعي برن برون بريني برون. الامر مع المسيو الاحترام. ميرسي زيزو بريني وميرسي جدا مريم. تمام مريم رقم 8 بقول تيو انت كونتينيو. الاجابة التانية كونتينيو. فيكتور ونيكولا. فيكتور ونيكولا في رقم 9. فيكتور ونيكولا عشان دول اتنين مع بعض هأمرهم بالفو عشان هي مجموعة. فيكتور ونيكولا نمغونا في رقم 9 الإجابة التانية. إكسلونت إكسلونت. الناس اللي بعدت نف رحمة رقم 10 مسيو بأمر مسيو بتاعي بالاحترام بغيني. لو فيلو سي براتيك. أما لما يجي الفيرب في أول الجملة من غير ما يكون محدد شخص هدور على التو أو النو أو الفو. التو أو النو أو الفو هتبقى الأخيرة. إكسلون الناس اللي كتبت دي. ميكو بين صحباتي أصحابي. ميكو بين دول بأمرهم يا إما بالفو يا إما بالنو. هنا النو موجودة. تمام يا جماعة جدا. رقم 13 أليس. أليس ده اسم بنت عادي جدا أليس. ها أليس في رقم 13. إكسلونت يا مريم. هقول لها بخان. رقم 14 زوي وإيما. زوي وإيما مع بعض زوي وإيما. أوكي هيبقى التغني. ندى رقم 15 15 15 15 بأمر ندى بقول لها أنت خلصي فيني الأولى. برافو جدا الناس اللي بعتت الأولى. مريم معتز إكسلونت يا مريم. وعبد العزيز تمام ورحمة إكسلونت. مريم رقم 16. هنا بقول إلن أني إجابة فا. برافو عليك. هنا بأكد على إجابة مريم ليه؟ لأن عندنا الأمر مع التو هو واخد إس لكن حذفنا الإس من الفيرب عشان ده من أفعال المجموعة الأولى بريميير جروب. الله عليكم يا جماعة ميرسي جدا وكلكم أحسن ناس وربنا أحسن ناس في الدنيا. طيب عايز أخد دي كمان كده في سكتنا. يلا نخلص أسئلة الإمبراتيف. الإمبراتيف الإمبراتيف الأمر رقم ديسات 17. أحمد مدحت وحشني. فين أحمد مدحت؟ معايا رحمة الشرقاوي ومريم مكسرين الدنيا. مريم وحبيبة اكسلونت. تمام باقي الناس فين؟ عبد العزيز رقم 17 أليس. برافو يا زيزو. فا لابورت. لو جالي فيرب في أول الجملة أدور على التو أو النو أو الفو. التو أو النو أو الفو بس لازم مع التو تحذف الإس فيكون الفو. رقم 19 بدور على التو أو النو أو الفو. الإجابة الثانية صح جدا. رقم 20 منا طلاب فين؟ فين يا منا سافرت ولا إيه؟ يلا يا مدمازيل ميكو با أصحابي بأمرهم ميكو با. ميكو با تبقى بالفو طبعا باختي. هنا في صفة الملكية فو. صفة الملكية لما الاقي فوتغ فوتغ فو أتعامل بالفيرب مع الفو في رقم 21. أتعامل بالفيرب مع الفو هيبقى فوفات. ماشي يا بودي تمام. رقم 22 أحمد مدحت بقى. تمام يا أحمد إكسلون. 22 لو متروس إلي رابيد. خد المترو إنه سريع أو خد المترو. هدور على التو أو النو أو الفو واحدة منهم هتكون صح. آه ماشي يا مريم حلو جدا. هنا مريم بتقول ميكو با. هنا عدم وجود الكومة
مي كوبان. اوكي نحطها كده كوميديا مريم كده. رقم 22 هتبقى بريني. 23 مدام. طبعا يا مريم انا معاك، احنا طبعا الكوما لازم تكون موجوده عشان نختار الامبراتيف. مدام بامرها بالفو تبقى بريني. او تابلو للسبوره اهيت هتبقى ريغارد الاخير عشان ده الامر مع التو. رقم 25 25 لا بريمير رو الشارع الاول هناخد الامر مع التو او النو او الفو. التو او النو او الفو عندنا الفيرب مع الفو بريني. رقم 26 هيكون عندنا الون لان ده الانسب الوحيد في الامر في الامبراتيف. 27 رقم 27 27 يلا 27 بتقول ايه الجمله رقم 27؟ بتقول الجمله تي دوفوار واجباتك. هنا خلي بالك موجود صفه الملكيه تي، لما نلاقي تون وطا وتي الامر مع تو هيكون فيني الاختيار الاول. احمد وكما تي ليسون دروسك تي ليسون، يبقى تون وطا وتي امر فعل مع تو مع حذف الاس هتكون الاجابه الثالثه. فا فانوف يا جماعه 29 فيها تركايه. رقم 29 بيقول الجمله لما يكون في فيرب في الامر اختار بعدين فعل مصرف، الفعل في الامر اختار بعدين الفعل في المصدر تبقى اكرير عشان في فيرب اخر. يعني عندي الفيرب المصرف فا هيكون جاي بعديه مصدر اكرير. 30 30 بامر مسيو بتاعي بالفو الاحترام اكسلونت يا منة الله. فو تو خلي بالك في هنا فعل مصرف يبقى الفعل في المصدر بروندر. موا تون كايي تون كايي رقم 32 تون كايي الامر مع تو دون موا. تمام تمام يا مريم جدا تمام جدا يا منة اكسلون يا عبد الله عبد الرحمن اكسلون يا عبد الرحمن. ديفون فو هنا في فو اهيت الامر مع الفو ايه هيبقى ريغاردي. علي بقى مر علي اقول له انت علي شانتي شانت شانتي شانت طبعا لان الامر مع التو هو بنحذف منه الاس. ميزان فو الاطفال بامرهم بالفو انتم. ميزان فو هتبقى مارشي. اما ني با اغوش ستين رو بيتون تورن تورني تورني تورن هتبقى تغني الاجابه الثالثه. اكسلنت رحمه اكسلنت جدا رحمه. شروق مش مشاركنا ليه يا شروق؟ شروق مادموزيل شروق غايب عننا ليه؟ انا عاوز الناس كلها تشارك يا جماعه حبايبي. طيب هننتقل مع بعض الجزء الجديد اللي هو جزء السيتياسيون. خليك معايا مينوت واحده اوعى تروح في اي مكان مينوت واحده بس خليك معايا. الصوت بس الصوره اوكي. هننتقل مع بعض يا جماعه للجزء الثالث في المحاضره بتاعتنا اللي هو بارتي دو سيتياسيون جزء المواقف. اوكي جزء السيتياسيون عندنا من الاسئله المهمه جدا مع بعض. الصوره هتكون معانا في خلال 30 ثانيه اهوت. السيتياسيون بتاعتنا هي الجزء الثالث في المحاضره النهارده. احنا بس علشان بننقل من جزء الجزء فمحتاجين مع بعض نوصل اهوت لجزء السيتياسيون جزء المواقف. كنا المحاضره اللي فاتت حلينا مع بعض من الموقف الاول للموقف رقم 20. هنكمل مع بعض النهارده من الموقف رقم 21. نفتح الكاميرا عادي. مع بعض كده كلنا نجيب الشيت بتاعنا باج 123 الصفحه رقم 123. الناس اللي معاها الملزمه بي دي اف تغير كده تجيب صفحه 123. احمد مدحت قال وقفنا عند رقم 26. تمام يا احمد ميرسي يا احمد. ممكن نورينا عمر كده عمر موجود والناس في الشاتنج كده. عمر مش موجود عمر مش اوكي لا عمرو موجود ماشي يا عمور. نكمل مع بعض بقى جزء السيتياسيون حبيب الملايين المواقف. خدنا فوكاب خدنا درسين جرامير النهارده مهمين جدا الامبيراتيف
وكمان البريزون مهمين جدا. المره الجايه ان شاء الله هناخد مع بعض الفتور بروش والباسيري سون، المستقبل القريب والماضي الحديث، وهناخد كمان صفه النكره الادجكتيف اند فيني اللي احنا عديناها من غير ما نقولها علشان كان درس البريزون كبير شويه. يلا سيتياسيون، المواقف. المواقف احنا كالعاده بنحل كل مره مع بعض جزء من السيتياسيون. عايز الناس اللي ما جاوبتش نيره. سالونا نيره. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا نيره، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. رقم 27 نيره بقول تو دي موند انمي. احنا صفحه 127 اهوت كلنا مع بعض، 123 قصدي، 123 باج 123 السيتياسيون نيميرو 27. النهارده هنكمل من اول موقف 27. اوكي، تو ديموند انمي لا ديفينيسيون دو تران. انت بتسالي صديق ما معنى كلمه تران؟ تران القطار. تبقى اول واحده. C'est un transport en commun qui roule sur deux rails. تمام، هو وسيلة مواصلات بتسير على القطبان. تمام. اورسترو في المطعم تو ديموند بوليمون ان جو دو فروي. تطلبي بوليمون بشكل مؤدب عصير فواكه. اخر واحده. اخر واحده اكسلنت. تو بارلي دي تيز اكتيفيتي دون لو فيرم. بتحكي نيرة عن الاكتيفيتي بتاعتك في الفيرم في المزرعه. تالت واحدة. اكسلنت. تو ديموند بتسألي انا مي سيتي كالك سبور اكستريم. تطلبي من صديق لك ان يذكر كالك سبور اكستريم، بعض الرياضات الاكستريم العنيفة. اخر واحدة. لو باراشوتيزم. تمام. لكانيونينج اليفيتي تي. جميل. رقم 31 31 على ايخ بوخ في المطار اون دي على امبلويي. بنقول لامبلويي نكتب كلنا عليها موظف المطار او عامل في المطار، بنطلب منه حاجه. في جمله منهم بس، في جمله تتناسب يا نيره مع الايغ بوغ مع المطار. هل اقول لكم ثاني واحده؟ اكسلنت. الجمله بس لفه شويه اللي هي معناها فوالا لو فيزا اي لو باسبور. هذه الفيزا والباسبور. نكمل يا نيره. 32 32. طيب بقول اتو انفورمي انامي. انت انفورمي بتخبري صديق لك لير دو ديبار دو تران، ساعه رحيل القطار. لير دو ديبار دو تران هنقول ازاي الساعه اللي القطر يمشي فيها. ثاني واحده. اكسلنت. خلي بالكم يا جماعه ان الجمله بتقول ايه الاولى؟ لو تران فا اغيفي دون 10 مينوت، القطر هيوصل بعد 10 دقائق. انا عاوز هنا ايه؟ ديبار. ديبار يعني الرحيل. ديبار يعني رحيل القطار، عشان كده خدنا بارتير يعني يرحل، اللي هي لو تي جي في القطار السريع فا بارتير اون زور. اكسلنت. تو بارلي دي سبور كلاسيك نيره، بتتكلمي عن السبور كلاسيك، رياضات هاديه. تاني واحدة. اكسلنت. يعني انا يرى موان دنجرو. الي موان دنجرو يعني اقل عنف او كده. اقل عنف. اكسلنت انا يرى. انا مي تو انفوي تي انفيت على انيفرسير، صديق لك عزمك لعيد الميلاد دي سون فرير، عيد ميلاد اخوه. تو اكسبتي، انت بتقبلي. اكسبت الانفيتاسيون. ثالث واحده. Je vais venir avec mon frère. Excellent نيره، ميرسي جدا. ميرسي نيره. وناخد عبد الرحمن. فضل عبد الرحمن. فضل عبد الرحمن سامعك. ليك سؤال عبد الرحمن؟ تمام يا مستر. هي الريفير معناها يصل. الريفير يصل. الريفي يصل وبارتير يرحل. الريفي يصل وبارتير يرحل. تمام. انت توصل
تقصد الجملة رقم 32 اللي هي بتقول لو تران فا اغيفي دون 10 مينوت، القطر سوف يصل بعد 10 دقائق. بس عشان هنا ابويا انا بقول ايه ديبار دو تران، انت تستعلم او انت تخبر صديقك ساعة الرحيل او ساعة رحيل القطار. فتقول لو تي جي في يعني القطار السريع، لو تي جي في دو ليون فا بارتيغ ا 11، القطر هيرحل بعد او على حوالي الساعة 11. طب خد يا ابويا كده رقم، اتفضل يا حبيبي، رقم 35 35 يا بودي. رقم 35 بتقول ايه؟ تو ديموند، انت بتسال، تو ديموند او انت تطلب. انا مي لاوتيليتي دو فاش، اوتيليتي دو فاش معناها يعني فايده البقره لينا. الفاش زي لافاش كري كده، الفاش يعني الحيوان، الفاش البقره بيقدم لنا ايه؟ اديني توقع كده يا بودي. رقم الأخيرة، الأخيرة، برافو عليك، هو بيقدم لنا دولي اللي هو معناه اللبن. جميل. طيب تو دي موند انامي لير دو بيتي دي جيني، انت بتسأل صاحبك لير، لير يعني ساعة بيتي دي جيني الفطار، يعني بتسأله امتى بتفطر. ال دي هو هيقول، ال دي معناه هو هيجاوب. في جملة منهم شيء. سي برافو عليك، جي برون لو بيتي دي جيني كون جو ميلاف، انا بفطر لما بستيقظ. تو كون سي، فيرب كون سي يا جماعه نكتب كلنا عليها تنصح. تو كون سي انت تنصح، تو كون سي تونامي سي دو بلاسي ا موتو، بتنصح صاحبك اللي هو بيحب يتنقل بالموتو، بالموتو سيكلا، هتقول له ايه؟ رقم بيه مستر. نو خلي بالك، الموتو غير الفي تي تي، الموتو الفي تي تي دي معناها فيلو توتوغان اللي هي الدراجات الجبليه، ركوب الدراجات الجبليه. لكن صاحبك هيركب الموتو هتقول له تو دوا متر لو كاسك اليغون، يجب ان انت ترتدي الكاسك، الخوذه والجوان. الخوذه. طيب رقم 38 انت بتدعو تو انفيت انامي افير دو في تي تي، تدعو صاحبك ان يركب الفي تي تي معاك الدرجات البخاريه. الغيفوز هو بقى ايه؟ بيرفض، هو بيرفض عبد الرحمن. عشان يرفض يقول ايه؟ رقم بي باردون. جميل. جمله اخيره ليك، انا ميتو ديمون سيكيتو في دون لو فيرم، صديق بيسالك ماذا تفعل دون لو فيرم في المزرعه، تو دي هتقول له فيرم يعني مزرعه. Je vais ramasser les œufs. Un ami te demande ce que tu as fait. خلي بالك، بص دي كده، الجملة دي جملة صعبانية جدا. تو يا في هنا يا جماعة جاية في الباسي، جاية في الماضي، جاية في الباسي، يعني بيقول لك سي كو تو يا في دون لو فيغ، ماذا فعلت في المزرعة. فالإجابة لازم تكون يا جماعة في الماضي، لازم تكون في الباسي، يعني لازم اجابتك تكون في الماضي. ليه اخترنا دي بقى؟ لا جدو ني امانجي ازانيمو، لان الفيرب هنا عبد الرحمن في حاجه اسمها الباسي كومبوزي، الماضي المركب. خلي بالك ان عشان السؤال نفسه في الماضي لازم تكون اجابتك في الماضي. طب ده ليه مش صح؟ لان انت بتقول جي في غاماسي لي زو، انا سوف اجمع البيض. ده المستقبل. المستقبل القريب، فيتور بروش. ميرسي عبد الرحمن جدا. وناخد، عاوز احمد وليد. ميرسي عبد الرحمن. تمام، نفتح لاحمد. احمد وليد، عاوز كده احمد تشاركنا، تضيف جديد معانا فلازم تشارك، عيب، لازم نقدم لك واجب الضيافه. في مشكله احمد عندك في الصوت او حاجه؟ طيب ممكن احمد مدحت، احمد مدحت، ايوه. ازيك يا مسيو؟ ازيك يا احمد، ايه الاخبار؟ الحمد لله. الحمد لله. الموقف يا احمد رقم 40 40 دون لا غار، غار يعني محطه القطار، دون لا غار
تفؤل لأنيس، تريد أن تسافر لمدينة نيس، دي مدينة فرنسية نيس. خلي بالك قبل ما نكمل يا جماعة، احنا عندنا مدن فرنسية احنا كل اللي عارفينه باغي، لا في غير باغي كتير، في عندنا نيس دي مدينة فرنسية، عندنا مارسيليا، مارسيليا مارسيليا، في عندنا كمان ليل مدينة فرنسية، عندنا كمان نانت مدينة فرنسية. يعني خلي بالك ليل ونانت ومارسي ونيس وباري وليون، طبعا مدينة ليون مشهورة جدا. يعني قصدي علشان تبقى واخد بالك من أسامي المدن فرنسا، باري ونيس وليون ومارسي وليل ونانت، أهمهم طبعا باري وليون. هنا بيسألني أحمد يقول لي إيه، دون لاجار في محطة القطار تيفو قال لي أنيس، عاوز تسافر مدينة نيس. تودي جوشتيه، بتقول جوشتيه ده معناه بائع التذاكر، جوشتيه بائع التذاكر. بي ام بي اي اللي غتو بوغ لو فول دي نيس نو. خلي بالنا فول يا احمد معناه رحله جويه، فول معناه رحله طيران، فانت اوريدي انت في الجار، جار يعني محطه القطار، تمام. تبقى سي بقى سي ام بي انيس سي كومبيان، بعد اذنك ما سعر تذكره نيس؟ بس هنا علشان ما اخترناش هنا فول، وهنا في جي فودري دي مدينه ثانيه اصلا مش نيس. انا ميتو ديمونت لا ديفينيسيون دو سبور اكستريم، صاحبك بيقول لك ما معنى سبور اكستريم؟ اكسلون. طيب بوغ سانفورمي سور لو بري دو بيي دو فول، انفورمي معناه لكي تستعلم عن سعر بري دو فول، بري بيي دو فول يعني سعر تذكره الطيران. ام بي اي بور لو فول دو باري سا في كومبيان؟ اكسلون يا احمد، اكسلون حبيبي، تمام. تو دوني ا تون افي، بتقدم رايك سور لو بلا كو تا مير بريباري، مامو عملت لك طبق جميل عجبك فانت بتقدم رايك فيه. دي دي اسمها او لا لا سي ميرفيو، سي ميرفيو يعني رائع، ميرفيو بتساوي فانتاستيك، يبقى كده الصفه ميرفيو الفيمينا منها ميرفيوز، الفيمينا منها ميرفيوز. رقم 44 تو ديكري، انت بتوصف انا مي لا بون اليمونتاسيون، بتوصف لصديقك بون اليمونتاسيون الطعام الجيد. سي نو، هي مونج ترو دو اليمون سكري يعني كل سكريات كتير. انا عايز انا عايز يعني بتوصف لصديقك حاجه اسمها بون اليمونتاسيون يعني الغذاء المناسب، يعني ايه افضل حاجه في اكل، في الاكل. تبقى اول واحده يعني رايك احمد يعني ان انت تاكل قليل من كل حاجه. اكسلون، ميرسي احمد جدا. هنا عبد الرحمن بعت لي بيقول لي ميرسي عاوز اعمل محاضره، طبعا يا عبد الرحمن هنعمل كل ده، بس احنا دلوقتي بنراجع المنهج بالكامل، فكل محاضره يا جماعه بتبقى كوكتيل. يعني ايه كوكتيل؟ يعني لازم ناخد فوكاب، جزء جرامير، جزء ستاسيو، ونحل نموذج امتحان. شروق رحمه الشرقاوي، اتفضلي يا رحمه. مع حضرتك يا مشرف، اتفضلي يا رحمه. رقم 45 تيما لي على كامبانيا، تحب الذهاب للريف، هتعبر عن ده ازاي؟ اوكي رحمه، انت كان ليكي سؤال، اتفضلي يا رحمه. وانا كنت بقول يا اول الله، دي مش مفروض بتتقال عند الغضب؟ وتتقال عند الاعجاب، يعني مثلا شفت حاجه عجبتني اقول لك ايه، اولا لا سي تري بون، يعني اولا لا ده تعبير دهشه، واحنا ممكن نندهش واحنا مبسوطين ونندهش واحنا زعلانين. يعني مثلا ايه، لا قدر الله حصل موقف مش ظريف، فاقول لصاحبي ايه، اولا لا سي نول، اولا لا سي نول، يعني ايه ده، ده سيء جدا اللي انت بتعمله ده. وممكن فاجئني بحاجه جميله، هديه جميله، اقول له ايه، اولا لا سي مافيو، اولا لا سي فانتاستيك. يبقى اولا لا تستخدم عند الاعجاب والتعجب والغضب، الثلاث مشاعر. تمام اوكي. رقم 45 يا رحمه، ليه كده تيما ليه على كامباني تو دي، لو انت حابه تروح للريف. لا
هتبقى سين سي لا ناتور اي مانيفيك. طيب تي في دو في تي تي افيك لي كوبا، بتمارسي في تي تي ركوب الدراجات الجبليه مع اصحابك، هتبقى سي برضه. النوفي لا سونتو دو سيكوريتي، محتاجين حزام الامان نو. تمام طب يعني لو انا هلعب في تي تي بمارسها في الجيمناس؟ لا الفي تي تي مش في الجيمناس. اه ما انا بقول كده عشان كده دي غلط. اه عارف يعني ايه مو؟ مو يعني اقدام؟ لا مو هي بتيجي اختصار يا رحمه، بتيجي اختصار يا جماعه كلمه مونتانيا. يعني ايه مونتانيا؟ الجبل. نوزال لو دون لو مو، دون لو مو يبقى مو معناها برضو الجبل، يبقى الجبل معناها مونتانيا او مو. تياسي سيدا لي على فوجي، هنا رحمه بقول انت توقفتي عن الذهاب للفوجي الغابه، تودي هتقولي بي بي اللي هي جينيفيب. يعني ايه جينيفيب لو على فوجي؟ لم اعد اذهب الى الغابه. برافو عليكي. طيب تودي مونتا ان توريس سون بيي، بتسال احد السياح عن بيي، عن دولته عن بلده. سي كومون تروفيفو نوتر بيي؟ لا دي معناها انت ايه رايك في بلدنا؟ انا عايزك تسالي انت جاي منين او بلدك ايه؟ ايه؟ نو برضو. بص دي كده دو او فينيفو ميسيو، دو او يعني من اين تاتي سيدي؟ دو او فينيفو ميسيو. الاولى بقول له كاليلو كابيتال دي توم بيي، ايه عاصمه بلدك؟ وكال بيي فو زيمي فيزيتي، البلد اللي بتحب تزورها. لكن هنا في السؤال بيقول لي يا رحمه انت بتسال سائح عن بلده، البلد اللي انت منها ايه؟ موقف اخير رحمه تو بروبوزي ان دي بور باسي لو ويكند، انت بتقترحي فكره لقضاء الاجازه. بي بي اكسلون. ميرسي جدا يا رحمه، شكرا. والموقف رقم 50 تو ديموند انا مي سوني كوب بريفيري، بتسالي صديق عن فريقه المفضل، تودي هتقولي له كال كوب انتوغاج تو، اي فريق تفضل، اي فريق تفضل. طب يا جماعه احنا كده حلينا مع بعض عند الموقف رقم 50. هنا منا بتقول انا مش فاهم الموقف رقم 42. حاضر يا منا، نجيب مع بعض الموقف رقم 42. موقف رقم 42 يا منا بيقول ايه؟ بوغ لكي سينفورمي، تستعلمي، لكي نستعلم سور لو بري. بري يعني سعر بيي دو فول، بيي دو فول عن سعر تذكره الطيران، بيي يعني تذكره، فول رحله جويه. اون دي بنقول ايه في السؤال؟ هنسال نقول ان بيي دو فول او ان بيي بوغ لو فول دو باريس صافي كومبيان، سعر تذكره الطيران لباريس ثمنها كام؟ طيب بقيت الاختيارات كومبيان كوت ام بيي دو تي جي في، كم سعر تذكره القطار؟ وهنا ان كوغوازيغ صافي كومبيان، يعني ما سعر تكلفه الرحله البحريه؟ كوغوازيغ يعني رحله بحريه. ام بيي الي ريتورز، تذكره ذهاب وعوده، بور باري في 2000 اورو، تذكره الطياره تذكره الرحله 2000 يورو. انا هنا بسال صاحبي او بسال حد عن سعر تذكره الطيران، هقول له ان بيي بور لو فيل دو باري صافي كومبيان، يبقى عندنا هنا صافي كومبيان معناه كم السعر او كم الثمن. نوصل مع بعض عند البارتي الاخير، الجزء الاخير من محاضرتنا اللي هو موديل دو اكزامان، نماذج الامتحانات. احنا كل مره اتفقنا مع بعض ان احنا بناخد موديل دو اكزامان. طبعا زي ما انتم شايفين احنا ان شاء الله المحاضرات اللي جايه هنوصل لعدد محترم جدا من السيتياسيون، هيعدي طبعا ال 300 سيتياسيون اهو زي ما انتم شايفين. وكالعاده احنا بننهي المحاضره بتاعتنا بموديل دي اكزامان. المره اللي فاتت اخذنا مع بعض موديل دي اكزامان اوكي، النهارده هنحل مع بعض موديل دو اكزامان 2، نموذج الامتحان رقم 2. النموذج عندنا موجود في الملزمه بتاعتنا باج 150، صفحه 150.
طيب انا عايز هقرا معاك الاكزام، هقرا معاك الاكزام، وانت عاوز كل الناس هتبدا تشارك معايا في الشاتنج وناخد درجه كلنا. اوكي انا طبعا هعرف كل واحد اخطاؤه ايه. ابدا امسك قلمك، يلا يا وحش نمسك القلم بتاعنا ونجهز للموديل الثاني ان شاء الله. عبد الرحمن ما تقلقش بالنسبه للسيتياسيون، احنا كل مره بناخد جزء في السيتياسيون مع الجرامير مع الفوكاب مع الاكزامان على مدار حصتين او ثلاثه، تلاقي نفسك تحسنت تماما، واكيد ان شاء الله في نهايه المراجعه اعمل لكم حصه خاصه للمواقف. حاضر. Voici les opinions de quelques élèves de l'école secondaire. هذه اراء بعض الطلبه في مدرسه ثانوي عن المواد الدراسيه. أديلين بتقول J'adore jouer au tennis. انا رياضتي التنس. Chaque jour j'ai passé une heure après l'école. بعد المدرسه بروح ساعتين من ترينيه كلوب للتدريب في النادي. جونيك نوا اي مون تونيس مان بريفيري. جونيك نوا هو لاعب التنس المفضل ليا. فرانسوا بيقول موا جي في دو لا ناتاسيون، بلعب سباحه. جي ناج موا تروا فوا باغ سومان، وبعوم ثلاث مرات في الاسبوع. على بيسين دو كلوب. اما كامي جيم لو فوتبول، بحب كره القدم. ميم سي جي ني براتيك با دي تو، ومش بلعبها اطلاقا بس بحبها. سي مون فرير كي لو براتيك 5 جور باغ سومان، اخويا بيلعب كره خمس مرات في الاسبوع. بولين موا جي ني مانتري جي نيم با دي تو، ما بحبش ابدا لو فوتبول. بوندو لو فاكونس في اجازتي شاك جودي جي في او كلوب بور فواغ ميز امي، بروح كل خميس النادي اقابل اصحابي. اوكي معانا دقيقه نبص للكومبرنسيون ونبدا نجاوب. اوكي هسجل معاكم اجاباتكم عشان اعرف كل واحد درجته كام في الاخر. تمام كده انا هلاحظ معاكم بالشاتنج كل واحد درجته كام. اول سؤال يلا بينا. سيزي ليف بارل، ابعت لي الشاتنج اجابتك. يلا عاوز درجه الامتحان بتاعتنا تعدي كلنا ال 35 من 40. يلا بينا. عاوز اول حاجه بيقول لي سيزي ليف بارل، الطلبه دي بتتكلم عن ايه؟ سيزي ليف بارل، يلا حل معايا وقيم نفسك. تمام اكسلنت حبيبه، اكسلنت مريم، تمام احمد وعبد الرحمن، 100 100. يلا باقي الناس وزيزو فين؟ وعموره، عمرو لسه عيان ولا ايه يا عمرو؟ لا يا عمرو مش عاوز دلع، مش عاوز دلع يا عمرو، احنا خفينا وبقينا حلوين. فكك من الحوار ده بقى، انت بقيت كويس. تمام الناس اللي بعتت بس مش كلها. عبد الرحمن رقم 2 بيقول جونيك نوا ايه؟ جونيك نوا بيكون ها نو. عبد الرحمن، عبد الرحمن سأل جواو دو تنس اكسلون، تمام يا حبيبه ومريم تمام جدا. يلا يا منى رقم 2 السؤال الثاني. عمرو تمام يا عمرو. يلا السؤال رقم 3 كيستيون نمبر 3. بولين، بولين قالت في التكست ان هي ايم بتحب ادوغ بتعشق ديتست بتكره منة الله. صح صح يا منى تمام. عبد الرحمن غلط. هي بولين قالت بالنسبه لي الفوتبول. بولين، بولين قالت ايه؟ جي نيم با دي تو الفوتبول، ما بحبش الكره ابدا. جي نيم با دي تو. ادلين ام، اوكي ادلين ام صح، جوي او تنس. طيب مين قال جو او فوتبول؟ مين قال، مين قال يعني مين اتكلمنا عنه بيلعب كوره جو او فوتبول؟ رقم 4 كامي ولا لفريغ دو كامي؟ رقم 4 لسه ما حدش بعت لي الاجابه. نمرو 4 منا بتقول بولي كاميل غلط، سينيبا كامي، هو اخوها لفريغ دو كامي يا جماعه، لفريغ دو كامي. كامي قالت ايه؟ جينيل براتيك سي مون فرير، هو اخويا سي مون فرير، فالاجابه هتكون الاجابه الثانيه. برافو يا عمرو، لو فرير دو كامي. بوندو لو فاكونس بولين فا او كلوب، في الاجازه بولين فا او كلوب. يلا بولين فا او كلوب فين؟ شاك سيمين ولا شاك جور ولا تخوا جور باغ سيمين؟
فولين بقى الكلوب. لو رجعنا للتكست بتاعنا بيقول ايه في التكست؟ بتقول شاك جودي، خلي بالك كل خميس يعني كل اسبوع يا معلم، كل خميس منا بتقول رقم اربعة، اربعة منا بولين دي تيست لفوتبول اجابة التالتة، ورقم خمسة الاجابة التانية لفغير دو كامي. عاوز رقم ستة بقى البوندولي فاكونس بولين فاو كلوب، هي قالت شاك جودي كل خميس، كل خميس ده معناه كل اسبوع. شاك سومان برافو عبد الرحمن، برافو احمد، برافو يا زيزو، برافو يا منا، اكسلون حبايبي وربنا. يلا بينا الدكومو الثانيه، عيش معايا اللحظه. سالو جاك بيير بيقول ايه؟ بيير بيرغي رغي السنين في التكست، بعت لنا كومبرينسيون كاتب صفحتين. بيير بيقول مي بارون اي ما سور، والدي واختي او باسي لو فاكونس دي تي على مير، قضوا اجازه الصيف على البحر واحنا قاعدين. انيس في مدينه نيس، مون اونكل لي زانفيتي باسي لو فاكونس شي لوي، دعاهم للاجازه عنده. مي موا، ولكن انا جي او دو لا شانس دالي دو موا ا مونبلييه، انا كنت محظوظ جدا اسافر شهرين مدينه اسمها مونبلييه، دي مدينه فرنسيه من المدن الجميله. شي مي غون بارون عند الاجداد كيون بال ميزون على كامباني، عندهم بيت كبير او بيت جميل في الريف. لا هناك جي كومونس ما جورني، يعني انا بدات هبتدي يومي. ا ايدي مون غون بير، بساعد جدي دون لا فير. ا ايليفي لي زانيمو، في تربيه الحيوانات. اي دو لا فير، عنده ايه بقى الحاج ده؟ لافاش لو فولي لو شا لو شيان، ونقط يعني عنده حيوانات كتير. جالي اوسي او شون، كنت بذهب للحقول بوغ امسي لي ليجوم، اجمع الخضروات افيك ما غون مير، مع الحاجه مع جدته. كيمي بريباري تو لي جور لي بون كريب، بتعمل لي كل يوم كريب جامد وفريز بالفراوله كي جادور، اللي بحبه. يبقى هنا بيير بيحب جدا كريب وفريز. جي مي سوي بروميني ا شيفال، وكنت بركب الخيل دون لو فوري في الغابه افيك لو بيتي فوازان دو غران بارون، مع جيراننا. جي بوكو ناجي افيك دون لو لاك، ونزلت نزلت البحيره عمت. سورتو كون الفيزي شو، الجو كان حر زي مصر النهارده كده، احنا بقى هنموت من الحر. لو ويك اند بغشان، الويك اند اللي جاي جي في الي افيك جولي ايليا، انا اروح مع جولي وليا او ليو. جي تنفيت، بدعوك معايا. بيير بيكتب لجاك صاحبه، غالبا بيغيظه يعني بيحكي له عن الاجازه بتاعته في مدينه مونبلييه، دور عند جرون بير وجرون مير، عند الجد والجده، وعمل اكتيفيتي كتير منها. ناجي دون لاك، كان بيعوم في البحيره، غمسيلي لجوم بيقطف الخضروات، منطقه شيفال بيركب خيل، وان اسرته راحوا في الاجازه للبحر في نيس. يلا سمي الله، خش بصدرك على الاسئله كده. دون سون ميل، في الميل ده دون سون ميل بيير راكونت، هنا بيير بيحكي لنا عن ايه؟ بيحكي لنا عن جورني سكولير، يوم دراسي، ولا غاندوني عن النزهه، ولا فيزيت شي سي زامي، زيارته لاصحابه، ولا اكتيفيتي اون فاكونس. برافو منا، برافو حبيبه. يلا بينا، عاوز الناس، انا معاك اهو، بس ايه بحاول ان انا يعني اهو قليل من الراحه. تاني جمله، اول جمله، اول سؤال يا جماعه، الاجابه الاخيره. برافو احمد مدحت. عبد الرحمن لا، الاجابه غلط، مش بيحكي عن راندوني، راندوني عن نزهه، راندوني عن نزهه، هو بيحكي عن الاجازه. راندوني دي عبد الرحمن يعني عملت خروجه، لكن هو راح الكامباني وقضى اجازه كبيره هناك. ماشي يا بودي، ولا يهمك. نقول بقى يا بودي دوريان او باردون، بلاش معلش، دي اسمها باردون يا معلم. ماشي، رقم اتنين كامباني، كل الناس اللي بعدها كامباني ابعت لها ان غون بيزي، بوسه كبيره.
اللهم اني سائط بس عادي. يلا الكامباني رقم 3 لا فامي دي بيير. عيلة بيير بقى باسي لو فاكونس فين؟ سو كومبوز دو اسكوزو موا. عيلة بيير كم شخص؟ ها هما 6 ولا 4 ولا 5 ولا 8؟ هما 4 4 بيرسون 4. جميل برافو كل الناس اللي بعت الإجابة الأولى. رقم 4 بيير ايتالي شي سي غران بارون. منة الله راحت فين وراح مراحوا فين سافروا ولا ايه؟ رقم 4 بيير ايتالي شي سي غران بارون. بيير ذهب عند غران بارون في انهي سيزون؟ ايفير ولا ايتي ولا برانتو ولا اوتون؟ نتاكد مع بعض. ايتي الصيف نتاكد مع بعض كده. باردون تمام صح يبقى فاكونس دي تي. رقم 5 الويك اند بغشا بيير بقى ليه؟ الويك اند اللي جاي بيير هيبقى فين؟ ها افيك سا فامي مع عيلته ولا سول لوحده ولا افيك سي كوبا اصحابه ولا افيك لو بيتي فوازان؟ هو عزم صاحبه فهيبقى مع اصحابه افيك سي كوبا صح. سؤال رقم 5 سي صح. رقم 6 لا جران مير بريبار لو كريب. لا جران مير بتجهز الكريب لو بيتي دي جوني ولا دي جوني ولا ديني ولا جوتي؟ ها خلي بالك هي جابت في التكست الفكره دي. بيقول طول سواغ. عارف يعني ايه طول سواغ يا معلم؟ طول سواغ يعني كل مساء. طول سواغ يعني كل يوم مساء. هنربط ده بالاختيار بتاعنا اللي هو العشاء ديني. شوف الاسئله عامله ازاي. كل ضرب ضرب مفيش شتيمه. خلي بالك ان انت بتربط كلمه لوماتان صباحا بالبيتي دي جوني. لو ميدي الظهر بيدي جوني الغداء. لو سواغ مساء لو ديني العشاء. كل الناس بعد 6 السؤال الاجابه سي صح جدا. نخش مع بعض على السيتياسيون المواقف. بور دير ان كوبا بتقول لصاحبك لسبور كو فو براتيكي. يلا مع بعضينا. بتقول لصاحبك الرياضه اللي بتلعبها. اول سيتياسيون قلل الشاشه شويه. ها الموقف الاول بور دير. لا يا حبيبي طبعا الاجابه مش صح. بور دير لكي نقول ان كوبا لصديق لينا لسبور كو فو براتيك الرياضه اللي بتلعبيها. دير مش دوموندي. دير يعني لكي تقولي. يبقى جي في دو لا اكيتاسيون لان انا اللي بقول عن رياضتي بتكلم عن رياضتي. فو دوموندي انا مي سي كي البوا بتي دي جوني. ماذا تشرب بتي دي جوني في الفطار؟ ها برافو يا عموره. بتي دي جوني البتي دي جوني نشرب فيه ايه؟ دولي لبن. تمام رقم 3 فو دوموندي ان كوبان. انت تسال زميلك او اين اون فا بور اشتي دو ميديكامون. اين نذهب لشراء الدواء؟ ميديكامون ميديكامون الفارماسي. اكسلونت يا منى. بور دوموندي ليغ. دوموندي ليغ لكي نسال عن الساعه. نمرو 4 دوموندي ليغ بتسال عن الساعه. نسال عن الساعه ايه؟ كالوري تيل. كل الناس اللي بعدها الاولى صح. رحمه اكسلونت واحمد تمام حبيبه برافو عبد الله برافو عبد الرحمن. فو ديكريفي انامي فو دات. انت بتوصف صاحبك. فو ديكريفي انامي. ها احمد وليد مختفي تماما ما اعرفش فينك يا احمد. فو ديكريفي انامي الي انتيليجون. سيتياسيون نمرو 6 الموقف رقم 6 مكملين مع بعض. في نمرو 6 عندنا بيقول بو ديكريغ لو كليما. نترجم كلنا كليما يعني المناخ او المناخ. بتوصف المناخ عندك بو ديكريغ لو كليما. بتتكلم عن الكليما. نو اليا بييتو معناه يوجد الماره يوجد مشاه في الشارع.
اليا ان باتنواغ يوجد ساحه للتزحلق. اليا دو لا بلوي هي الاجابه الانسب، يوجد مطر بلوي. برافو عبد الرحمن. يا جماعه السيتياسيون معتمده على الفوكاب، الفوكابولير مهمه جدا. طول ما انت بتراجع الفوكابولير هتحل كويس. وصلنا عند السيتياسيون رقم 7، فودو من ده فوت غمير سيكي البريبار او ديجوني. انت بتسال الام ماذا تجهز في الديجوني في الغداء، قال ريبون هي بتجاوب جي في دو بواسون، بتعمل سمك، بتقول لك جي في دو بواسون بجهز سمك. فودو مونديان كوبا سيكي الفي على بيبليوتيك، اهي جايه لك. ده الاسد ده جاي لنا بقى. بيبليوتيك ايه؟ قلنا لير، لير بنقرا فيها لير. الاجابه الثانيه اكسلون نيميرو بي سي فوز افي غروند فان، انت حضرتك بتشعر غروند فان يا عمرو، يعني بجوع شديد. غروند فان يا احمد يا وليد، غروند فان. الاجابه دي رقم 9 دي. برافو عليكم. ابوكت موا ان ساندويتش، كل الناس اللي بعتها لي دي والله العظيم ابعت لها. بصوا هنا ساندويتش دو كباب، احلى طبق كباب النهارده، احنا صايمين والدنيا بصوا جميله. يبقى دو كباب. كيلو كباب عامل كام دلوقتي في الحاتي؟ اوكي ان شاء الله يا رب النهارده كلكم تاكلوا كباب ان شاء الله، ومنا بالاخص. اوكي حلو الكباب والله، حلو الكباب. الكباب ده مش هقول لكم مجرم، مجرم. يلا احمد يا وليد، يعني بص مش هتاخد سنتوفه كباب مني والله العظيم. انت ما بتشاركش خالص معايا في الاجابه، ومعانا ناس مختفيه. الناس المختفيه دي النهارده هتفطر على ميه بس، تشرب كوبايه ميه بس. بس الموقف رقم 10 نيميرو 10. فو دوموندي ا فوندير لو بري دو بريدوي لتيير. ماشي يا عم بود عبد الرحمن، فبوك الاهلي يا ميت حبيبي حبيبي. الثالثه شمال يا جماعه، بص مش هقول لكم الاهلي، احنا جيم الاهلي، جيم لو كلوب الاهلي، جيم لو كلوب الاهلي. صفاء اهوت، يعني تحت الشميس ده في تيشيرت لونه غوج وقلب كله غوج برضه. الاهلي لو شامبيون دو افريك. تحيه للنادي الاهلي من منصه اديورا وكل الاهلاويه في مصر، ولا عزاء للزملكاويه ما يزعلوش مني، بس اخواتي برضه. ما انتوا اللي بتجيبوا نفسكم يا جماعه، يعني مش لازم يعني تدخلوا فينا جون فاحنا لازم ندي تاني. ماشي رقم 10 الاجابه الثانيه فو دو مونديان فوندير لو بري دو بريدويل تيير. بتسال عن سعر بريدويل تيير منتجات الالبان. ان ليت ريدويل صافي كومبيان تو يا مونجي ترو دو جاتو تو دي او دكتور. يلا انت اكلت تورته كتير حضرتك ما بترحمش، فهتقول للطبيب ايه؟ جي ني ريان مونجي، والله ما اكلت ولا حاجه، كذاب في اصل عينك. جي غون مالو فونتك، عندي تعب كتير في بطني. برافو يا منى. تو ديموند انا مي سي الجو دو لا ميوزيك، بتسال صاحبك هل بيلعب موسيقى. تو دي انت هتساله تقول له ايه؟ تو فير دو لا اسكالات ولا تو جو دو بيانو. احلى مريم معتز في الدنيا، اكسلونت مريم حبيبه تمام. ورحمه اكسلونت رحمه، ومنا تمام يا منا اكسلونت. عمرو فين؟ وعبد العزيز زيزو حبيبي تمام. يلا عبد الرحمن رقم 12 الاجابه هتكون تو جو دو بيانو اي دو فيولون، هل بتعزف على البيانو ولا الكمان. مع اخر سؤال معانا في المحاضره الجرامير، ده اللي هيفصل الدرجه بتاعتنا. هنا رحمه الشرقاوي ما بترحمش، رحمه بتدي جامد ما بترحمش، وحبيبه تمام، وعمر ماشي يا عمور. عاوز بقى ايه؟ نبص لبعض كده. اول سؤال بيقول لي ايه؟ انه بتاخد ايه مع فا؟ خلي بالك مع تعبيرات المشاعر والاحاسيس، فا وسواف وشو وبوغ وسوميل، كل ده بتسبق بفيرب افواغ، تسبق تعبيرات
المشاعر بفيرب افواغ يبقى نو زافون. طيب امي سابيل سالي اللي هو امي سالي مو مون امي ولا ما امي ها قديم ده اوكي يلا امي امي مون امي برافو الناس اللي بعتالي مون امي خلي بالك ان امي هنا في ميناء هتقولي يا مسيو ازاي امي معناها صديقه بتقول معاها مون امي هقول لك ان الكلمه في ميناء اللي بدأ بحرف فويل تعمل مذكر تاخد مون امي فاتو كلوب لو ماتا لو ماتا يعني صباحا لو ماتا يعني صباحا امتى كون كون للمعاني اصحى معايا بقى كده كي يعني من كو وكاسك يعني ماذا كوا يعني ما او اي كون يعني متى بوركوا يعني ليه اكالور في اي ساعه اسكو يعني هل وي كومبيان دو كم العدد كومبيان كود كم الساعه تو اشيت كومبيان دو كولو دو ري هنا عاوز استبدل كومبيان دو كولو المفعول هنا بقول عليه كومبليمو ديريكت مع صفه الكميه كومبيان دو كومبيان دو هستبدلها بلي ولا اجراج ولا لوي ولا اون برافو يا احمد اون الاو يا جماعه هي ضمير شخصي برونو بوكسنال ديرك ضمير شخصي مباشر يحل محل المفعول الايه اللي يسبقه اول حاجه اداه النكره ان وان ودي اداه التجزئه دو والدولا كلمات الكميه بيكودو وبودو وبلودو وكمان كومبيان دو والارقام او الاعداد تحس ان الجمله فيها علاقه بالاكل كده je ne prends le dîner au restaurant انا ما باخدش العشاء في مطعم je ne prends souvent parfois jamais ou toujours اصلا هي في كلمه واحده بتيجي في النفي في الاختيارات هي جامي الباسي كومبوزي امبارح اياف يلا الباسي كومبوزي حبيب الملايين الباسي كومبوزي عباره عن اختيارك لفيرب اتر او فيرب افواغ ومعاه البارتيسيب باسي اسم المفعول هي ان صومن لي مامير اشيت ان غوب الام اشترت فستان غوب مارون وبلو ونوار وفير طب ايه اللي عرف ام انا اللون هقول لك ازاي يا حبيبي اول حاجه ان الالوان بتيجي ماسكولاو في ميناء الناس اللي بتختار عشوائي او بتهبد لا انتهى زمن الهبد معايا انت هتفهم وهتحل وهتقفل فرنسي مفيش نقاش ما قفلش فرنسي هخطفك ما قفلش فرنسي معايا هتتخطف بس واهلك بقى دوروا عليك انا بحبكم بس يكون حد بيسجل ولا حاجه هخطفك عشان احطك في قلبي اخطبك عشان احطك في قلب تعيش حضرتك الالوان انا عندي اللون بيختلف من ماسكولال في ميناء حسب نوع الكلمه بلو وبلو نوار نوار في الفيمينا فير فيرت في ميناء روز روز في ميناء جون جون في ميناء روج روج في ميناء بلون يبقى بلونش فيولي يبقى فيوليت لكن خلي بالك اللون البني المارون والبرتقاني اورانج والزيتي اوليف ومعانا الوان ثانيه زي الكافيه وزي البيستاش وزي السيترون الالوان دي اهم حاجه فيهم اثنين عندنا البني والبرتقاني لا تجمع ولا تؤنس اي اختيارات هيبقى فيها اللون المارون يبقى هي صح الالوان يا جماعه اللي هي بتشترك ما بين اسم الشجره واسم اللون البرتقان اورانج واللون الاورانج المارون البني اللي هو اللون البني ومارون فاكهه اسمه ابو فروه كده حاجه كده يعني اسمها ابو فروه مارون يبقى اللون البني والبرتقاني دايما صح في اختياراتك بيتونك رياضه البيتونك تنس ها بيتونك رمي الكره الحديديه باردون بيتونك هو في ميناء بيتونك في ميناء على بيتونك انيمو امتي ما الحيوانات اللي بتحبها انيمو انيمو اصلا هي جمع كلمه انيمال انيمال هي بلوريال ماسكولان هتبقى كان الاخيره عشان في اخرها اكس اخر جزء عندنا في الجرامير مكملين عند السؤال رقم كام رقم 10 نيميرو 10 يلا بينا النو برينو دون لو لاك النو تاخد طبعا النو معاها سي تو يا فخوا لو انت بردان سي تو يا فخوا في رقم 11 اهوت الامر لما يكون الجمله بعد سي جايه في البريزون الفيرب الثاني يكون امبيراتيف الفيرب هيكون امبيراتيف ده سؤال جامد بس
سؤال جامد بس خلي بالك ان السي جاي مع تو يبقى فيرب متغ مع تو تو مين يا مسيو ما احنا بنحذف الاس عشان مع الامبراتيف بنحذف الاس هقول لك يا معلم والله العظيم انت غلطان فيرب متغ اصلا هو مش بريمير جروب هو تخوازيام جروب فيرب ريجولير فبيكتب الامر منه بالاس يبقى دايما بنحتفظ بالاس مع اي فعل لكن لو مجموعه اولى بنحذف الاس ترامواي حاجه بنركب جواها ها اون ترامواي افتكر معايا كل وسائل المواصلات بنركب جواها بتاخد اون اون تاكسي اون مترو اون بوس اون تران اون افيون ماشي يا عبد الرحمن الحاجات اللي بنركب عليها بيجي قبلها ا موتو ا فيلو ا بيسيكليت ا شيفال و ا بيي وسائل المواصلات لو صبك باداء زي لولا و ا و ان و سو سات تاخد بار بارلو تاكسي بارلو مترو كيلو كومبيان دو واضحه جدا عشان بسال عن عدد جيني او بلي مون انفونس دان سو فيلاج انا ما نسيتش طفولتي في القريه جيني او بلي بلو ريان جامي بيرسون ها انا عاوز الناس تفكر في ده كده مريم معتز رقم 14 ورحمه يلا رقم 14 سؤال قوي جدا ده اسئله الاوائل بقى الناس الاوائل اللي معايا ها رحمه بتقول je ne oublie rien mon enfance dans ce village انا لن انسى شيء طفولتي في القريه ولا je ne oublie plus لم اعد انسى طفولتي في القريه ولا je ne oublie jamais mon enfance dans le village انا لن انسى ابدا ما بنساش ابدا طفولتي في القريه انا لن انسى شخص طفولتي في القريه خلي بالك ان بلو لم يعد بلو لم يعد غيال شيء جامي ابدا هي الانسب يا جماعه جامي جيني اوبلي جامي مون انفونس طيب مي بارون الى فيك اس بتاخد الفيرب باخر او ان تي جي فو بروندر ان فوتو انا هاخد صوره تو بريت تون اباري فوتو هنا جي فو بروندر ان فوتو انا عايز اتصور تو مي بريت سلفني كمرتك تيمي بغت عشان الإجابة هتكون مو يعني أنت تسلفنا أنا تيمي بغت تونا بغي فوتو درجتنا من 40 قيم نفسك بناء على مشاركتك معايا في اللايف النهاردة احنا شرحنا مع بعض ريفيزيون على لسان دو لسان تكوا المطلوب الأسبوع ده جدول مذاكرة الفرنسي لا هي لوي يا منى بتعود على العاقل لوي بتعود على العاقل ما تعودش على الفوتو انا بتكلم على الصوره بتكلم على الصوره وخلي بالك ان عشان ده سؤال بقول لك تيمي بغت النهارده احنا رجعنا مع بعض انا عاوزك اول باول كده تمشي على الامبلوا دي تو الجدول اللي اقوله لك الاسبوع ده فرنسي النهارده بالكتير تكون مراجع الفوكابولير بتاعه الدرس لسون دو لسون تخوا والناس اللي ما حضرتش اللايف اللي فات تراجع لسون مع بعض احنا كده اخدنا لسون ا ودوت كوا المحاضرتين الاثنين دول رجعنا الوحده الاولى كامله اوكي اخدنا النهارده البريزون والامبراتيف المضارع والامر وحلينا مع بعض اكتر من 25 موقف وحلينا مع بعض موديل ديكزما الدوفار بتاعنا اوان يا جماعه الناس اللي سمعاني كلها بس تركز معايا انا عندي كويز انا عندي فيديو هيبقى موجود بكره على الويب سايت بتاعنا الفيديو هتلاقي معاه كويز الكتروني بيتصح الكتروني عشان الناس حتى الان ما دخلتش كلها ندخل على الابلكيشن تلاقي كويز للحصه تحله حضرتك النهارده كويز للحصه يعني بعد الحصه تحله وتطمنا على الواتساب الخاص بيا درجتك ايه في الكويز اوكي وهتلاقي في دوفوار هتضغط على الواجب مكتوب الواجبات هتلاقي في شيت عباره عن امتحان انا منزله هتجاوبه فرق خارجيه وتصوره لي وتبعته لي تاني هشوف الفيديو احل الكويز الالكتروني على المنصه وكمان هلاقي دوفوار احله في ورقه خارجيه وابعته للمسيو يبقى ثلاث حاجات هنعملها كل محاضره كده معانا فيديو ومعانا كويز الكتروني صغير حوالي 10 نقاط قواعد 10 نقاط مواقف قطعه فهم كويز بسيط خالص وهتلاقي واجب على الويب سايت نفسه الواجب بتاعنا
هتضغط على الواجبات على اديور هتلاقي الواجبات بتاعتك. اوكي يعني بشكر كل الناس اللي حضرت معايا اللايف النهارده، بشكر حبيبه عبد الرحمن واحمد مدحت ونيره ورحمه شرقاوي، ميرسي رحمه ومريم معتز ومنه الله وعبد العزيز وعمر محمد حبيبي يا عمر، صوم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا، ونتقابل على خير 10:30 الاثنين القادم، ومس محمد الجوهري ومراجعه نهائيه اللغه الفرنسيه. قول لاصحابك، بلغ اصحابك اللي متسوحين يحضروا معانا، فرصه مش هتتكرر، سعر خاص، اوبشنز عاليه جدا، كل انت متخيله موجود معانا في اديورا، وان شاء الله باذن الله ابارك لكم النجاح والتوفيق دايما. يبقى الدفار بتاعنا موجود على الويب سايت، بالاضافه عندنا دفار واحد في الشيت بس اللي هو حل نموذج الامتحان رقم 3. يبقى الدفار بتاعنا موديل دو اكزاما نمرو 3 على الشيت بتاعنا، موجود في الشيت بتاعنا. استنى منكم الواجب في اقرب وقت ان شاء الله. بالتوفيق للجميع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.